السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تسمعوني؟ مونتوندي؟ السلام عليكم ورحمة الله، واش كتسمعوني؟ مونتوندي؟ المتفائلة خيرا، أهلا وسهلا، مرحبا. أهلا سي محمد، مرحبا. أيه أستاذة إسراء، المتفائلة بالخير. وي فو مونتوندي، تبارك الله عليك. عرفتي مين جبد الله بالمتفائلة خيرا، معناها راه إشارة من عند سيدي ربي. مزيان، تخي بيان، فو مونتوندي تخي بيان، تبارك الله عليكم. فاطمة الزهرة مرحبا، إحدى الوفيات. أستاذة كوثر الله يا ودي دائما حاضرة، ما عرفناش الجهات اللي حاضرين. تخي بيان، أهلا أستاذة فرح، أهلا وسهلا، أهلا وسهلا ومرحبا. كيف اليوم نغفلوه ما قلنا بدو في الحصة، تسناو تو كان يجيو يلقاونا بدينا ضربنا النص، ياك مزيانة هاد القضية. وحاولوا تبارطاجيو دابا في انتظار يبانو الناس، بارطاجيو وخلو لي كومونتير وبارطاجيو بزاف، لأنه كتعرفوا أعداء النجاح. تخي بيان، دونك إن شاء الله. شكرا سيدي فرح. دونك يوسف مازيرت برك خلوها هيك. الوغ بالنسبة فاسمك ناس حاضرة، الحمد لله مزيان. حاولوا تصيفطوا لي ميساج للناس ديالكم، أصدقاء لكم، باش إن شاء الله يحضروا معنا. في انتظار يجمعوا الناس، نديروا فرونسي أكثر من عربية، العربية أكثر من فرونسي، غير الفرونسي غير العربية، عندكم أربعة ديال الاختيارات. يلا قولوا لي اش كيبان لكم. كيبان لكم؟ قولوا لي شنو كيبان لكم؟ اش نسبقوا؟ قولوا لي فرونسي اكثر، شي اشترق مزيان. دابا نديروا الفرونسي اكثر من العربيه، العربيه اكثر من الفرونسي، الفرونسي بوحدها، العربيه بوحدها. بونسوار مون بروف يوسف، اهلا وسهلا. الله يا ودي نهار كبير هذا اليوم، انا قصدت ندير البث هكا بهذا الشكل هذا باش الميساج يكون واضح باين ان شاء الله. تري بيان، دونك حاولوا ما امكن. ياك فرنسي اشرح لينا شويه بالعربيه، مزيان. دونك الفرنسي اكثر من العربيه، مزيان، تري بيان، تخي بيان. يلا يلا ريجون تيتوان، مزيان، مرحبا مرحبا مرحبا. العربي شوية واخ واخ، نص نص، واخ، مزيان مزيان، تخي بيان، رعاة فيلات، امبيكابل. حاولوا تبارطاجيو عافاكم، البارطاج خصو يكون شي شويه، هذا باش ما نوقعوش داك المشكل ديك النهار. اي جو بو باغي ان شون اون فرونسي، دونك اون فا سو فوكاليزي ان بتي بو سور لي فراز لي بلو فريكونت بو ريبوندر او كيستيون لو جور ديكزامي ان شاء الله. غتكون حصه متنوعه ان شاء الله، غنتكلمو على بزاف ديال الامور زوينه وزوينه بزاف، عندها علاقه بالروايه ديال كانديد اللي كتحمق للطلبه. وغنشوفو بعض الامور اللي عندها علاقه بالاكزامان، اللي عندها علاقه بالاكزامان ديال الكونديت. اوكي، وفي الاخير طبعا
إذا كان الأمور كلها بخير وعلى خير، كاين واحد الهدية لجميع الطلاب والطالبات اللي يتوصلوا بها إن شاء الله. بون، توكلوا على الله سبحانه وتعالى. سي بون، اون بارتاج، حاولوا تبارطاجيو باش نبداو إن شاء الله اللايف ديالنا. اون ديمار، أليزي. تري بيان، دونك هذا ديال اليومين ان شاء الله نخصوه للروايه ديال كونديد، وعن قصد بدينا مع تسعود ونص باش ان شاء الله تكون الامور مقاده. وهذا الشيء راه ديزولي، راه جاوني كالكو ميساج والاستاذ بلاتي شويه حنا جايين اون اتوند، نستنى واحد شويه ماشي بزاف، واحد 2 3 مينوت ماكسيموم، 2 3 دقائق ونطلقوا ان شاء الله. Très bien. Après, je fais mon écran de partage, des commentaires. Ça marche. Tout le monde, la barakatil là, ça fait. Yalla, le français que tu as dans l'arabie, je confirme le lien. Français plus. C'est moi français plus ou l'arabe plus. Là, des lois, tu sais, oui. Yalla, bah, inshallah, tout le monde, on vidéo. Ça marche. Ça marche, tout le monde, on démarre. Alors, quand on dit de l'optimisme de Voltaire, il y a le hikaya raqm wahed li عندكم نهار plutôt li عندكم في هذا اللي كتكون عندكم في هذا في الترتيب ديال وزارة التربية الوطنية كنبداو بكوندي ديال الأولى. أوكي تخي بيان. ألوغ بالنسبة شي حوايج خصكم تعرفوها قبل ما نتكلموا على كونديد، داكوغ. اول حاجه عافاكم، كلشي وجد الكاي وكذا، اون فا ان شاء الله ديسكوتي اون فرونسي اون عربي. بروج الفرونسي اكثر من العربيه، ما عنديش مشكل. اوكي غير حاولوا ما امكن تبارطاجي، وحاولوا ما امكن تركزوا معايا في هذاك الشيء نقول لكم. اوكي وان شاء الله غيكون على خير باذن الله مع قوتي. الوغ ما عرفتش منين نبدا لكم هاد الحريره ديال كونديد، لان هي حريره بمعنى الكلمه. غنبدا لكم ان شاء الله من المعلومه الاولى اللي خصكم تعرفوا، سي كو كونديد لوبتيميزم. كتسمعوني مزيان الصوت مزيان هاك؟ كونديد لوبتيميزم سي ان كونت فيلوزوفيك. لاحظ داك السي عبدو الاجتماعي ديال البساطه، استاذ ديالنا ديال الاجتماعي تحضروا معنا كالعاده دائما حاضر. الوغ ان كونت فيلوزوفيك سي كوا؟ ركزوا معايا مزيان. الا فهمنا شنو كونت فيلوزوفيك، إذا فهمناه شنو كونت فيلوزوفيك، كنفهموا الرواية. اليوم غنتكلموا اون ديتا، واللي عنده أي سؤال عنده علاقة بهذه الرواية من قريب أو من بعيد، كنقولوا حنا ما نسمحش يسكت، يطرح لنا سؤال ونجاوبوا. أوكي لو كونت فيلوزوفيك، ركزوا معايا، كاين كونت كاين كيف فيلوزوفيك، جوج ديال الأعمدة. كونت هو كل ما يهدف إلى التفواج، ما من التفواج كتفوج. ان كونت كيقولوا لي كونت ميرفيو هو التوب ديال لي كونت. سيدون ان كونت هي الحكاية، فيلوزوفيك هي حكاية فلسفية تروم ماذا؟ تروم دفع القارئ إلى طرح بعض الأسئلة. La raison pour laquelle, et maintenant je vais parler en français un peu, avec quelques mots en arabe, un conte philosophique c'est un conte, d'accord, qui a comme but de pousser le lecteur à réfléchir. De pousser le lecteur à réfléchir. Quand il fait le carré, il fait le carré, premièrement. Deuxièmement, de pousser le lecteur à se poser des questions. انت كتقرا كونديد كطرح على راسك بزاف ديال الاسئله، وغنشوفوا هادشي في لي شابيتر غنشوفوا اليوم. هذا هو الكونت فيلوزوفيك. شكون هو مولاه؟ هو فولتير. فولتير سي لو ماتر دو سو جونغ، سيد هذا سميتو سي لو كوندي باردون فولتير سي لو ماتر دو سو جونغ فيلوزوفيك. اوكي الوغ ميتنون جو فو بارلي ان بو دي دو كلي انديسبونسابل، المفتاحين اللي هما ضروري منهم. الكلي الاولى شنو هي؟ الكلي الاولى هي تعرف
Les lieux, les amakin li msha liha Candide. Je dois savoir en détail les lieux. Ou les lieux, je vais vous les envoyer. Déjà, je l'ai déjà envoyé. La page Facebook d'Ali ou là, c'est les lieux. Chambre les lieux, mais l'amkina. Ok, l'amkina. Très bien. L'amkina, li msha liha Candide. Bed'an. Un choufoum d'abord. D'abord, un choufoum. Wahed bouhed. Rébou jdou. Deuxième chose, c'est la raison ou les raisons. Parfois, il y a une raison, parfois, il y a plusieurs raisons pour laquelle, si c'est une raison, et pour lesquelles, si c'est plusieurs raisons, pour lesquelles Candide se déplace. Elle achète Candide, Brasnarasna, mais qui chute short. Elle est. Ou achète Chikoulou qui se bat à Cunégonde là. Mais je dis, ma fille, ma qui rabra, à Cunégonde qui calme là. C'est pas 100%. D'accord? On ne peut pas généraliser cette idée. D'accord? Donc, pour être clair et on va dire, est logique, c'est que si un étudiant, un talib, ne fait ou marche les lieux, les villes, les pays, les endroits, même les pays anonymes, ça se met à tel bout d'un, même si il m'a appris, je suis une canne, comme on dit, mais l'eau, ça l'a l'air. Le jour de l'examen, le plus grand défi que vous allez rencontrer, c'est de ne pas savoir où les événements se passent et quand se passent. اكبر تحدي يكون عندك نهار امتحان والعهده علي وكنتحمل مسؤوليتي فيما اقول والايام بيننا نهار امتحان يحطوا لك التاك ديال كوندي داير كوندي العام فات حط خمسه ديال الجهات خمسه ديال جهات منهم جهات الدار البيضاء وجهات مراكش وجهات فاس وجهات طنجه هادو عقدت عليهم تحط فيهم كوندي وتحط كوندي وتحط في اماكن اللي خاص نضبطوها داكشي علاش كنقول لكم هذا اللايف راه غيكون مشحر دونك الله يجازيكم بها حاولوا تبارطاجيو وبلغوا الناس راه سيت ان لايف با كوم لي زونت راه كنتكلموا على شي حاجه اللي هي تري تري انتريسانت وجوسكا ميتنون راه باقي البارطاج ما وصلش داك المدى ديالو نتمنى دابا هاد لي مينوت ولا لا تزاد الامور كل ما كيتزاد هادشي كل ما حدث حنا كنعطيو لو ماكسيموم دونك كوندي تحط خمسه ديال الجهات وواحد الاماكن وهادو الامتحان اللي تحطيهم كوندي غير هاد العام اللي فات والعام اللي قبل تحط 3 ثلاثه ديال الجهات اللي قبل وحنا غادي هاد الاماكن هاد لي زيكزامين تحتهم كونديد كان مشكل حنا في كازابلانكا تحت كونديد العام اللي فات الدوره العاديه كنتكلم على الدوره العاديه ماشي الدوره الصدركيه مشكل الا قريتي التكست وما عرفتيش راسك فين كاين مشكل غادي تبدا تخربق في الاسئله دونك خاص نامن راسي نقرا التكست نعرف راسي في على الاقل نعرف الحدث السابق واللاحق على الاقل ملي نقول لك مثلا كونديد راه شدوه لي زوغيون كتفوه غادي يتعشاو به ولا يتغداو به تعرف لي زوغيون فين كانوا راه كانوا هذه اوموان غير بالعربيه بعدا باش ما تلفش اسكو سي كلير الا كان سكو جو دي سي سكو جو دي اي كلير فو لو مونسيوني او بيان فو لو ميتي هذا سور لي كومونتير اوكي الوغ لي زوندروا يعني لي بيي اي لو بوركوا هاد جوج حوايج خصهم يتضبطوا راه نشوف حاجه اخرى اللي مهمه ومهمه بزاف شنو هي Il y a savoir, écoutez, savoir comment les examens des candidats, qu'est-ce qu'ils attendent? C'est une fois. Les exercices des candidats qui attendent d'ailleurs le personnage symbolique. D'ailleurs, quand on se parle d'un personnage symbolique, alors, je vous vois, je vais vous être très clair. Donc, je vous dis que aujourd'hui, on va parler de la courbe des élèves, des étudiants, parce que je vois quelqu'un qui ne comprend pas les choses. راه كونديد كامله من العبث قيدوا عليا دي من العبث كنقولها وكنستروا عليها من العبث نخدموا كونديد بلي بيرسوناج اللي يخدم معكم كونديد بيرسوناج راه لا يفقه شيئا كيما بغى يكون اي طالب ولا اي استاذ غيخدم كونديد بلي بيرسوناج راه لعب لانه واحد كلمه كونديد بعدا باش نتفقوا راه كاين لو سامبوليزم الرمزيه شنو هي الرمزيه شنو هي الرمزيه كلمه كونديد واش كونديد دابا الا سولتكم كونديد سان برينوم سير قلب في المانيا واش كاين شي كونديد شي واحد سميتو كونديد في المانيا قلبوا حنا كنعرفوا المانيا كاين كاين ماركس كاين الدوف هادو هتلر هادو ما السميات ديال لي زالمان هما لي برينو ما كاينش كونديد واش كونديد سميه المانيه هو الماني هو عايش في المانيا عرفنا بلي مو هي اخت لو بارون باه هو هذاك السي اللي ما باش تعترف ليه ما باش تعرف تعرف الام به هادشي كان اون لو كوني تري بيان اون لو سي تري بيان واش ولكن واش كونديد سي ان مو سي ان برينو سي با ان برينو اذا فولتير الكاتب اش دار جاب لنا واحد السميه من كوندور عقلوا على كلمه كوندور 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 سي شي حاجه بيضاء كلير صفا كتعرفوا شنو الصفاء اذا كونديد هو بعدا هو سميت الروايه والشخصيه الرئيسيه هي بعدا سامبوليك بعدا باش نتفاهموا ما عندها حتى شي معنى نقرا على كونديد ونفهم منه بزاف الحوايج ان نوم نايف كلمه نايف مذكوره في لو رومون ماشي بلا ديسكريبسيون ديال كونديد
نذكرها في واحد الجواب ديال كوندي في الشابيتر 8. هاد السيد ولا السيده اللي قالت لي نايف، نايف سي كوا؟ واحد الوصف تقال على كونديت في اطار واحد الجواب في الشابيتر 8. اما الشابيتر 1 في الاول ديالو ما كايناش نايف، سيروا قلبوا عليه، كاين دوطخ ديسكريبسيون غنشوفوا اليوم ان شاء الله. داكوغ، باش نكون واضحين وتكون الامور واضحه والميساج يكون واضح للطلبه ونعرفوا كيفاش نخدموا. اسكو سي كلير؟ واش هادشي ينفع في الامتحان؟ بيان سور ينفع في الامتحان، لانه لو سامبوليزم هما الاسئله. راه ما يمكنش نقول لك بونغلوس ونقول لك واش كان غليظ ولا رقيق ولا واش كان الماني ولا لا، نقول لك اش كيمثل، اشنو هو الدور ديالو في الريو. حكا راه هو اللي كيقول لهم احسن العوالم. تري بيان، برافو، سي لو سامبوليزم. هادشي ما نشوفوش في لو بير غوريون. نبداو السيمانه الجايه لا سون بروشان، فا كومونسي لو دوزيام رومون لي هو لو بير. اون فا با فوغ سا دو تو، ما نشوفوش هادشي بالمره. متفقين؟ اش غنشوفو لا السيمانه الجايه؟ اش غنشوفو؟ غنشوفو حوايج اخرى في لو بير غوريون. نامبورت كيل جونغ ليتيغاغ، سمعوني، اي نوع ادبي، كان قصه، كان مسرح، كان بويزي، كيتخدم بطريقه خاصه. راه ماشي داكشي باش نخدم كونديد هو باش نخدم البيغوري، راه ما يمكنش. ندخلوا دابا للمعقول، دابا الامتحان ديال كونديد لي كاستيون وسيرجعوا قلبوا. غير واحد النصيحه، اللي بغى يقلب في لي زيكزام ما يمشيش ديال 2011 2012 2013، لا، اللي بغى يخدم لي زيكزام من 2019 لهنا لهنا 2020 21. وغنقول لكم علاش منين نبغوا نخدموا لي زيكزام، نقول لكم علاش. اوكي، ولكن حاولوا تبارطاجيو، باقي ما بديناش حنا الحصه ديالنا، باقي ما بدينا حتى شي معلومه. حنا كان دابا كنتكلموا في اطار استعداد، باقي ندخلوا لي ندخلوا لي شابيتر. وجدوا ما تكتبوا اليوم، ها وجدوا، صبروا معنا، كما قلت لكم راه كاين ميزكا اليوم. دونك نو راتي با سيت سيونس، كنقولها وكنعاود نقول. اوكي، ولي كومونتير افيك ان تري كون بليزير، اللي عنده شي سؤال يحطو. داكور، تري بيان، نحاولوا ان شاء الله اليوم نخدموا كونديد يعني بقوه. تري بيان، الوغ غادي نتكلم على واحد الامر اخر تا هو قبل ما نبدا لي شابيتر. امر مهم تا هو عنده علاقه بكونديد. كونديد خاص تعرفوا باللي اي حاجه ذكرت في كونديد الا فيها سكون ابل لو فافورابل اي لو ديفافورابل. شنو فافورابل استاذ؟ حاجه مزيانه فالوريزونت، وبين حاجه ديفالوريزونت، حاجه خايبه. فين ما مشيتي شي لي بيرسوناج، نعطيكم الدليل. لي بيرسوناج، كاين جاك لانا باتيس هولندي، يا اي لي تي بيان، مزيان الله عمر، هذا سي ان بيرسوناج فافورابل، عنده قيمه، عندو عطينا واحد القيمه. في الوقت اللي لو هولندي فوندير دوندور اللي شفنا كيسرق كونديد، يعني نصب عليه وقطع لهذاك العبد اليد والرجل ديالو، سي تا هولندي. هما دو هولندي عنده عندنا معاهم مشكل. دونك كنعاود نرجع لو سامبوليزم، وكنعاود نرجع للقيمه، اما ديال الاشخاص، اما كنعرف، اما كيهز، اما كيحط، سواء اشخاص سواء حتى اماكن. واش باري؟ واش باري داكشي اللي عاش باري كونديد هو داكشي اللي عاشوا في ليردوغادو؟ لا، امكنه تختلف. اذا نرجعوا للسيمبوليزم، راه كلمه كونديد جات من كوندور في حد ذاتها هي راه سيمبول. داك راه في حد ذاتها راه سي سيمبوليك. اسكو سي كلير؟ الا كلير كتبوا لي استاذ كلير. وندوزو لي شابيتر. دابا باش نتكلموا على لي شابيتر نكون قاصد. قبل ما نتكلم على لي شابيتر نرجعوا لذاك الطابلو. اول حاجه شكرا استاذ ام محمد يحيى، بارك الله فيك على هذه الشهاده. اول حاجه خص تعرفوها وخصكم تسجلوها، شنو هي؟ هي انه الكاتب هو فولتير. شكون هو فولتير؟ هو واحد السيد كان يعارض واحد الفلسفه، واحد مشاح، واحد النظام كله ديال اللي كان ديك الساعه في فرنسا، كان يعارضه، راه تشد في الحبس جوج مرات فولتير هذا الكاتب. اذا الخلفيه عنده كينتمي هو الفلاسفه الانوار. داكوغ، فلاسفه الانوار مع انهم واحد العدد كثير كانوا كيعارضوا ما يسمى بالحكم اللي كان ديك الساعه في اوروبا، وكان الكنيسه والسلطه كانوا متحالفين على ما يسمى بالفكر التنويري. كتعرفوا فلاسفه الانوار كيقولوا فكر التنوير، هو فولتير كان منهم. اذا هذا الكتاب جاء في اطار رد على، في اطار مساهمه ديالو، واحد المساهمه باش يرد على من، على ديك النظريه كانت كتقول ديال ليبنيز ان كل شيء زوين حتى حنا خصو يعارض العام زين كما كنقولوا حنا، وكل شيء بخير وعلى خير ونقطه ورجع للسطر. فهاد الكتاب ديال كونديد اللي تطبع وعاود تطبع ودار وكيتقرا في كاع البلدان الفرنكوفونيه كلهم بدون استثناء، ما كاينش بلاد فرنكوفوني ما كيقريش كونديد، ما يمكنش. الا ما قريتيش في الليسي مثلا في المغرب كنقرا في الليسي، بلايص اخرى تقرا في الكوليج، تقرا في الكليه، تقرا، المهم اون توكا سي اون دي زوفر لي بلو سيليبر، معروفين. علاش؟ انه كيستهدف بعض الامور الانسان خصو يخدم عقله. داكوغ، الوغ فولتير هو هذا. اش نعرف عليه؟ نعرف عليه انه سميتو فولتير. غتقول لي استاذ ماشي سميتو فولتير، هي متفق معاك، ماشي فولتير سي با سون نو، الناس غالطين. لا، شكون اللي كتب لي سميتو ديال فولتير؟ كتب لي سميتو شنو هو؟ حتى ديك سميتو الاسم العائلي ديالو حتى هو فيه مخدوم، حيت جاي من واحد لو فيرب.
رينا دخلنا في هنا ما نسكتوش. مي فولتير، كلمه فولتير ماشي دو تو لو نون ديال كونديد، وغنتكلموا على هذا الشيء من بعد. دابا حنا كنمشيو للمفيد بروميير، ولكن بارطاجيو ابارطاجيو الطلب، والطلب البارطاج راه باقي بعيد. اول حاجه الطلبه الله يجازيكم بخير، فولتير تعقلوا عليها وتعقلوا على لا دات نيسونس ديالو 1694 اباري او ليو دات فرنسا، قيدوا هذا الشيء. ومات في 1778 اباري، كذلك اباري كسبوا فرانسوا ماري اروي. اه ما كتكتبش بحال هكا مي سي بيان، فرانسوا ماري اروي. فرانسوا سي لو نون دو سون بير، ماري سي لو نون دو سا مير، اروي سي ان المهم قصة طويلة، ماشي با سون نون دو فامي، مي اون توكا نخدم. وفولتير جاتني حاجة أخرى لا علاقة بهادشي كامل، قيدوا هاد المعلومات داكوغ، دات نيسونس دات ديسي و لو ليو باري باري داكوغ. إمتى تكتبت كونديت؟ 1759 يعني واحد 30 عام قبل الثورة الفرنسية، كانت 1798 داكوغ. مزيان متفقين تخي بيان. ألوغ سمحوا لي تخي بيان. ألوغ نزيدو نتكلمو على أمر مهم بزاف، هو أنه لو جونغ سي أن كونت فيلوزوفيك، قلنا تكلمنا عليه قبيلة، ولكن أن كونت فيلوزوفيك في 1759 راه ثورة ديال بصح، راه في حد ذاته هو في حد ذاته ثورة، واخا ما واخا حيت الثورة 30 عام من بعد، 30 عام من بعد عاد ناض الشعب الفرنسي يطالبوا بتغيير النظام ديالو إلى آخره. مي راه أن كونت فيلوزوفيك بهذوك الأفكار اللي طرح كونديد في هذيك الساعة راه ثورة. ملي كيقول لك أودي المسيح كيقتل المسيح، وواحد كيهضر الصدقة هو الأول كياخذها، يعني واحد مجموعة من الأمور اللي كانت مرفوضة ما يمكنش تقبلها في المجتمع. داكوغ، إذا هذا المعنى هو كلشي هادشي كامل غيعطيك، عطينا حنا واحد 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 دفعه نفهموا هاد كونديد. ندخلوا دابا في لي شابيتر داكوغ تري بيان. غيبقاو هذيك اوتر اوفر، يعني اوفر اخرى، يعني حاجه اخرى كتبها كونديد. عطا الله ما تقولوا، كاين زاير، كاين زاديك، ولا ديستيني، كاين لا مور دو سيزار، عطا الله قول لي بغيتي. كاع الاساتذه دول كيصحوا غادي يكونوا عارفين. المهم على كل حال هادو معلومات خصنا نعرفوها، علاش؟ باش من الخطا نعتبروا انه هاد المعلومات غينفعونا في السؤال، في السؤال الاول لا، راه كينفعونا بحوايج اخرى، كينفعونا بحوايج اخرى غنتكلموا عليها ان شاء الله ابخي، لانها كتدخل في اطار ما يسمى بالتدبير الامتحان. الامتحان خصو يتدبر داكوغ، اون دوا جيري ليكزامان ديالنا. صافي متفقين. الله يرحم لكم الوالدين مره اخرى، كنقول لكم غندخل دابا لو شابيتر، واللي عنده شي كاسيون مرحبا والف مرحبا. تري بيان، شكرا على المجموعه اللي كيبارطاجي مجموعه. فولتير، اللي تعرف على فولتير، شي واحد كيسوع على فولتير تعرف شكون هو، كيفاش كيتكتب فولتير، ياك هذه الاولى داكوغ. اسمحوا لي عفاكم، تري بيان. ألف ما قلت، قلت 1759 هي باش تكتبات كونديد والأوبتيميزم داكوغ، 1759 هي باش كتبات كونديد والأوبتيميزم داكوغ. المهم أنا راه عطيكم واحد لو ليان مزيان، اللي عنده لو ليان كيبارطاجيه، اللي عنده ليان الله يرحمه ليه يبارطاجيه، اللي فيه كلشي، عنده واحد لو ليان فيه كلشي، كتكليكي كتعطيك هادشي كامل أون ديتاي، فيديو بي دي إف كلشي. اللي عنده فيكم الله يرحم الوالدين يبارطاجيه، أنا جو بونس ما عنديش دابا، مي كان عندي أنا كون بارطاجيتو معكم. نشوف الى عندي دابا 2 سكوند، الى عندي نصيفط لكم، لانه بزاف ديال الطلبه يحتاجوه، انا عارف يحتاجوه، دونك اسمحوا لي 2 سكوند الى عندي انا نبارطاجي معكم انا نيتي با بروبليم. اللي عند واحد لو ليان نصيفط فيه كلشي هادشي بيان ديتاي، ما خدمه مقاده مصوبه، نصيفط لكم دابا بزاف ديال الناس غيبغيو يستافدوا. الله يجازيكم بخير. اوكي ما بانش ليا دابا، مي بون 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 ما بانش ليا، بون سي با ها هو كاين لقيتو، سي بون سي بون، انا نتكلف به. انا دابا راه عندي هذا، نصيفط لكم دابا، دابا نصيفط لكم هنايا من التليفون ديالي، فوالا سواري دوز لي هادشي وانا معاكم. اوبتيميست هو الشخص، اوبتيميست سي لا بيرسون، جو سوي اوبتيميست، انا اوبتيميست.
Je crois à l'optimisme, أعتقد التفاؤل، أعتقد التفاؤل، داكوغ؟ كاين ان بتي بروبليم في هاد ليا ما باش يمشي ليا، مي ان توكا حاول ما امكنت، سي نورمال ما مشاش باسكو ما تكوبيهش، دابا غادي تكوبي غادي يمشي. عطوني واحد 2 سكوند سيت لكم هاد ليا، لانه انا جو سوي سور اي سارتان دو ليا غيحل لكم بزاف ديال المشاكل. اوكي؟ ها هو شي واحد لاحو، سي مو سي مو ميم، صافي هو صافي تلاح، سي بون. هذا راه في كلشي، هذا الرابط هذا دخلوا لي في كلشي، داكوغ؟ الوغ نرجعوا دابا ندخلوا لي شابيتر. عندنا الشابيتر 1 ياك، سمعوني مزيان، عندنا في الشابيتر 1 باش ما نطولوش بزاف، نحاول في كل شابيتر نعطي ثلاثة الأفكار الرئيسية قيدوهم، داكوغ؟ فولي نوتي. Je vais en fait de les prononcer en français et après c'est à vous de faire la traduction après tout. Chapitre 1, 3, ثلاثة ديال الأفكار. كل شابتر راح يعطيكم فيه ثلاث الافكار باش تفهموا. شابتر 1 ثلاث افكار. اولا كنثبتوا بانه سان كونت باش عرفنا ان كونت، حيت بدا il y avait en Westphal. ملي كتسمع il y avait en Westphal راه سي ان كونت. الفكره الاولى انه لو كونت وقع فين؟ فيستفالي المانيا، وعطانا اون بيتي ديسكريبسيون على كانديد. شكون هو كانديد؟ الفكره الثانيه لي ديسكريبسيون، لا ديسكريبسيون دو سي بيرسوناج. شابتر 1 تكلمنا على سته ديال الشخصيات باسمائهم، مسيو لو بارون، Madame la baronne, leur fille Cunégonde, leur fils et Pangloss. D'accord? Ou Candide, bien sûr. C'est des choses. Nous avons dit le chapitre 1. Au fin du chapitre 1, nous avons dit le sabab qui min ajlihi tamma tard Candide. Ou là, غنقولوا بانه السبب ما كيبانش فقط لانه حكا راه حصلوا لو بير هذاك لو بارون حصل كونديد كيباس كيقبل هذا كونيغوند. لا سي كو هادي كونيغوند كانت هي شافت واحد اون سيونس ديال بونغلوس مع باكيت ديك الساعه، ما سميتهاش باكيت، هذيك الخادمه. اوكي، وكان هذاك الشيء بحال قلتي سي اون سيونس بالنسبه لها هي، وداك الشيء وهذاك الشيء اللي وقع ابخي بما فيها هذا المشكل ديال جا بحال قلتي شي حاجه اللي هي كوز ايفي، بحال قلتي تاثير واسباب وكذا ودازت. مي لو بير دو هذا لو بارون، لو بير ديال كونيغوند، لما شاف هذاك لا سين ديال انه كونيد باز كونيغوند، هنا غادي يجري من القصر بواحد الضربه. كنقولوا حنا يعني حنا نقولوا ديجا بوطو يضرب برجليه وجري عليه. الوغ هو كان امير، كان ينتمي لاسره تقريبا بارون، بارون هو كلاس سوسيال، واحد الطبقه اجتماعيه، وجري عليه في القراصو في الزنقه بعد حياه دوزه كامله في القصر ديال لو بارون. كاين شي سؤال في هذا الشابيتر 1؟ باين كان باين داكشي ياك، ندوزو. الوغ الى قلنا دي فراز نقولو ا فيسفالي فيفي لو جون كانديد دون لو شاتو دو تانتر تانترونغ، بيان دون لو شاتو دو مسيو لو بارون. الفكره الاولى. الفكره الثانيه لا ديسكريبسيون دو سي بيرسوناج، خمسه ديال سته ديال الشخصيات اللي هما كانديد، لو بارون، لا بارون، لا في اللي هي كونيغوند، لور فيس اللي ما عندناش سميتو، و بونغلوس لو ماتر. بونغلوس هنا جا كيبين لنا انه جا باش يقول لنا كل شيء في احسن ما يرام. Ou troisième idée, un Candide, il a embrassé Cunégonde, la raison pour laquelle il a été chassé du château. La raison pour laquelle il a été chassé. Donc, elle si Candide m'a pas chassé Westphalie, c'est le loup, il a dit qu'on fait le loup, il a fait le loup, il a fait le baron baisse Cunégonde. Est-ce que c'est clair? Il est assez clair en deux ans. Qu'est-ce que vous voulez clair en deux ans? Ou alors, il a dit voilà. Très bien. Bravo. Bon travail. باقي البارطاج ما هوش، جو نسي با كاس كي سباس، باقي البارطاج ما هوش، وبالتالي القضية راه ما هيش، باقي البارطاج اون في با لو بولو كوم إل سو دوا، يلا حاول ترفعو من البارطاج، يلا غنبقى حتى لو كان نحركو البارطاج شوية نزيدو. باسكو اتفقنا قبل ما نبدا اللايف قلنا انه هذا هو اخر لايف ديال كونديد، دونك الا كان اخر لايف ديال كونديد خاص واحد على الاقل نوصلوا لواحد الناس اللي هما انتريسي، يوصلهم ديك الساعه اللي بغا يجي ما بغاش يجي، ولكن نوصلوا او مام اون بارتاج. اوكي تري بيان، اون باس ميت دابا ندوزو لشابيتر 2. شابيتر 2 سي كوا؟ سي لا سويت ديال شابيتر 1. طبعا اشنو؟ ها هو السيد خرج من دارو، ايوا من القصر، اش غايدير؟ ترجل مشى على رجليه ياك، حتى وصل واحد ضرب واحد النهار وليله ياك، حتى وصل في لو سوار في لو ديني في الليل، وصل واحد لا فيل فوازين كاينه سميتها ولكن طويله ومعقده بلا ما تحفظوها. لا فيل فوازين، هاد لا فيل فوازين
مشى لقى واحد جوج ديال الناس لابسين الزرق غيخدموه في لاغمي دي بلغار. علاش؟ حيت واحد قال لصاحبو هاد السيد عنده الهندام، عنده الوزن والطوله وداكشي ديال العسكر، زعما يقدر يخدم مع عسكري. فلما ناقشوا معاه لقاو مسكين السيد مهلوك وعيا وفيه الجوع، فقالوا ليه ماشي مشكل، سينو معاه كونترا انه يكون سولدا جندي في الجيش ديال لي بلغار، لاغمي دي بلغار ماشي لاغمي بلغار. ردوا بالكم كنتكلموا على لاغمي دي بلغار، صافي ماشي بلغاريا، احنا في المانيا. الوغ صافي خدم، داروا لهم تي تيست، داروا لهم تيست كيفاش هذا كيفاش تحرك بحال القشلة هذا باش يعرفوا، شافوا السيد قادر يكون جندي عطوه. فكونديد اش وقع واحد الصباح كان زوين، مشى خرج بلا اوتوريزاسيون بلا بيرميسيون، خرج بدوني بلا ميتشور مع شي واحد، خرج ظن بانه راه بحالو بحال الكائنات الحيه يعني الحيوانات. شرف فوق راكم. فمشى كيتسارى فشدوه قالوا لي انت مع متشاورتي خارج مع خصك تكون اوتوريزاسيون. فكان عنده بين خيارين، اما تجلد واحد 36 جلده من عند واحد لو ريجيم واحد القشله اللي فيها 2001، سوا غنقتلو نرميو الرصاص. فهو قال لهم لا جلدوني حسن، ولكن ما قدرش يسبورتي الجلد، يعني داك الضرب ما قدرش يسبورتي، قال لهم اللهم نموت ولا. ففي اللحظه باش غيدوز فيقتلو غيدوز لو غوا دي بلغار، لي غوا دي بلغار الملك ديال بلغار، يفا لو اكوردي سا غراس. علاش؟ علاش؟ حيت لما سئل سولهم قال لهم علاش هاد السيده تقتلوه وشكون هو، قالوا سيت، هما قالوا لي سيت الى ابري، يعني علم الملك انه سيت ميتافيزيسيان. ميتافيزيسيان سافو دير شي واحد اللي بالكماله فور ignorant دي شوز دو سو موند، ما فور ignorant دي شوز دو موند، ما مسوقش العالم، ما راجل ما عندوش مشكل. دونك هذا شابيتر دو، ثلاثه الافكار. الفكره الاولى تم طرده من باردون، الفكره الاولى في شابيتر دو في لا فيل فوازين، il est recruté dans l'armée des Bulgares. L'oula تم توظيفه في الجيش ديال لي بلغار. الفكره الثانيه دار واحد الجوله بلا رخصه، كلفات واحد العقوبه اللي صعيبه. وثالث حاجه كان غيموت لولا العفو الملكي، لا غراس رويال هو العفو الملكي، بسبب واحد المعلومه وصلت للملك انه هذا الراجل اللي فور ignorant دي شونس دو سو موند، ما مسوقش هذا السيد ميتافيزيسيان، هو ذاك اللي ما كيهضرش بالعلوم التجريبيه، تجاوز العالم الاخر. دونك il représente aucun danger concernant bien à propos le roi. Ma kishkelta shi tahdid ala malik dial li bulgare, donc il n'y a pas de problème. Wadih, il a kan wadih, dout le chapitre 3. Kol chapitre 2 fois ajout 3 3, inchallah on va y arriver inchallah. OK. Wadih, très bien. Ma kaynch mouchkil. Daba fahmin yak, très bien. Nchouf wach fi l'akhir tahsalou ala jaiza ou la la. Yalla, douzo. On passe, très bien. Alors, سمعوني مزيان. Chapitre 3. Suite à la guerre entre les Bulgares et les Abares, Candide n'a pas pu supporter, donc il s'enfuit à la Hollande. Quand il y a une guerre entre les Bulgares, les Wakin Tamilium ou les Abares, les Abares sont en Kabila en Allemagne. Maqdash yitahammel dak chi lwasf li wasf alaf mu'allafa katmout fil harb. Al'ayalat kitqtlou kitdebhou الغطيس جميع الكوارث كاينه داك الحظ. دونك اي بو با سوبورتي، كيدخل واحد الدوار كينتمي لي زابار كيلقى لي بلغار ديرو في حاله، كيمشي واحد الدوار كينتمي لي بلغار كيلقاو لي زابار دين. دونك ما قدرش اش دار، هرب لهولندا. اذا علاش كوندي دابا هرب لهولندا؟ شكون يقول لي علاش؟ بوركوا؟ اذا سولناك بوركوا اش تقول اون فرونسي؟ بوركوا كونديد سي تنفوي اون هولندا؟ علاش هرب لهولندا؟ parce qu'il n'a pas pu supporter la guerre entre les Abares et les Bulgares. ما قلنا شي حاجه واعره. Il n'a pas pu supporter, لم يتحمل الحرب بين لي بلغار ولي زابار. سي كلير. هذه واضحه. دونك عرفنا دابا علاش مشى لهولندا، مزيان، ها هو مشى لهولندا. الفكره الاولى، الفكره الثانيه في الشابيتر 3 غيتلاقى مع واحد السيد ان اوراتور، اوراتور هو محاور ولا محاور وكيتكلم معاه. ما يتصرف معاه قبيح، لا هو لا مراتو. دونك غادي يتقلق لانه عند بالو راه مشى لهولندا، كاينين تما المسيحيين بحالو مثلا اللي غيديروا فيه الخير، لقى واحد اوراتور تكرفس عليه. ولكن في نفس الوقت غيلقى واحد اخر الله عمر هذا اللي سميتو جاك رانا باتيس، هو شخصيه اللي هي ما نقولش شخصيه اساسيه، نقول لهاد الكلمه ديال البيرسونج برانسيبال، هاد الكلمه ديال كالسون لي بيرسونج برانسيبال، ما عمر ما يعطوها لكم باش نتفقوا. ما كاينش شخصيه رئيسيه وثانويه، كاينه شخصيه وحده ماشي شخصيات. D'accord. Il rencontre Jacques Lalabatiste qui le prend en charge. Je dis Jacques Lalabatiste, Allah fait ou cloche, ou beau, elle mou le harf ou a de la flous, ou elle mou le harf, elle mou il sobe. Je vais vous dire
الزرابي ديال الفرس ديال ايران. ايران دابا الفرس سابقا علموا تهلا فيه وكذا، وكلو عطاه الفلوس دار معاه مزيان. داكشي علاش انا قلت لكم il rencontre Jacques Anabasi qui le prend en charge. خداه على العاتق ديالو مزيان. ابخي il rencontre un gueux dans un état horrible. مهم تهلا فيه وداكشي، وفي الاخر ديال هذا الشابيت غيتلاقى مع ان جو، واحد المتسول. ان جو هو متسول، نيفو في شكل وعيني في شكل وفيه سميتو كله فيه الحبوب مقشر بحال فيه بو شويكه ومكرفص ونيفو عوج وكيكحب واحد الكحبه خطيره الى هادشي كامل. ما عرفوش شكون هو، يتلاقى معاه في الاخر اون سي با كي. دونك il rencontre un gueux dans un état horrible. horrible هو مفزعه، horrible تقدر تحط لك في الامتحان. داكوغ. شابتر 4 يلا دوزو شابتر 4. شابتر 4 اش وقع؟ سي كو هاد لو غو اللي تلاقى معاه في شابتر 3 راه هو بونغلوز، هو بونغلوز انفكتي اوسي او انفكتي سافي اوسي بابي مرض من خي من عند الباكيت ديك لا فام دو شومبر اللي لصقات لي واحد المرض، وهي جابت واحد السلسله بين العلماء ورجال الدين. هي هاد المراه هادي لصقات لي هاد المرض. راه كنقول شي معلومات بعض المرات، راه كنقول واش خصني نقولهم ولا خصني نقولهم، لانه كاين دي زانفورماسيون كي سون تري 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 تبارك الله. كاينين شهادات كثيره ديال الطلبه ديال العام اللي فات. الله يجازيكم بخير، شكرا على الحضور والدعم. مزيان 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 المعلومات، ومزيان تبارطاجيو، راه باقي البارطاج ما وصلناش للهدف ديالنا. جو روبرون، ياك قلت بانه خداتهم واحد مجموعه من واحد السلسله، في هذيك السلسله ما بين العلماء ورجال الدين. هنا كينتقد عاوتاني فولتير الكاتب كينتقد. الو لو بون جاك va prendre en charge بونغلوس، غادي يشافي ولا يداوي، الله هو الشافي، غادي يداوي بونغلوس سويت على دوموند كونديت. كونديت مشى باس ليه رجليه، والله يرحم باك هذا الاستاذ ديالي ونوم نوتخ متر، وكان كيجي عندنا الدار القصر ديال ا ومريض وكذا، وقف معاه جاك لانا باتيس. دونك سان بون، هذا سان بون، كيتسمى بون لو بون جاك، كيتسمى جاك لانا باتيس. هاد كلمة لانا باتيست، انا باتيست جات من لو باتيم. داكوغ، لو باتيم هو واحد الطريقة مسيحية في السبوع ديالو. وهاد انا سي غوفير، انا لو مو انا حيت لو مو سميتو انا باتيست. انا واخا كتكتب انا باتيست ولكن كتنطق انا باتيست. انا باتيست، انا هاد لو مو انا هي غوفير. هاد الاناباتيزم هو تيار ديني بان في 1600 وكذا شي كذا و50 في اوروبا، كيقول بانه هاد الطقوس الدينيه ديال المسيحيين بالنسبه للطفل ملي يلاه كيتزاد ما خصهاش تكون، خليوه تيكبر السيد ويدير عقله ويولي راشد ادولت، وديك الساعه ويقرر بغا يدير هاد الطقوس، ماشي دو شغل هذاك. هذا تيار بان في المسيحيه. دونك هاد جاك ينتمي لهاد التيار، كيفكر بهذا التفكير هذا، بحال حنا عندنا بزاف ديال المذاهب حتى هما هذا المذهب عندهم. اسكو سي كلير؟ واضح. كيبان كاينه شي استفاده اليوم ولا ما كاين والو؟ العقيقه تسمى الناسك احسن السي محمد، نسميوها الناسك احسن من العقيق، حيت كلمه عقيقه شي شويه قاصح. يعني السبوع ديالهم بهذيك الطريقه، واش كاين واش هل تستفيدون ام لا؟ انا غير كنتكلم، كاينه استفاده تبارك الله ما شاء الله عليكم مزيان. سي كلير، برافو. الوغ اون باس، ندوزو دابا ما هو اهم. شابيتر 3 شابيتر 4 قلنا كاين ثلاث افكار. الفكره الاولى تلاقى مع داك اللوغو اللي هو كون اللي هو بونغلوس ديك الحاله. الثانيه انه جاك لاباتيس هو اللي غادي يداوي بونغلوس على حسابه الخاص لانه طلبوا كونديد. والفكره الثالثه في هذا الشابيتر 4 لي تخوا زوم امبارك فيغ ليسبون بور لو كوميرس دو بون جاك. هاد الرجال الثلاثه غيمشيو لفين؟ غيمشيو لليسبون. علاش؟ على لو كوميرس ديال بونجا. اذا مره اخرى نرجعوا لاول الحصه، قلت لكم خصنا نعرفوا لو بوركو، علاش دابا غيمشيو لليسبون؟ دابا كانوا في هولندا غيمشيو لليسبون حيت جاك عنده لو كوميرس، بمعنى التجاره ديال جاك. دونك عرفنا علاش ولا ما عرفناش؟ دابا اذا سولناك علاش بوركو، اش غتقول ليه؟ بور لو كوميرس دو جاك رانا باتيست. اسكو سي كلير؟ واضح ياك؟ تري بيان. راه نشوفوا دابا سي فو فولي شابيتر 5. شابيتر 5 كاين ثلاث افكار، غنحاول نكون شفت ثلاث افكار باش تعقلوا. كل واحد يقيد كل شيء، هادشي خصكم تقيدوا، ولا اللي ما قيدوش داك الرابط اللي صيفط لكم نعاود نصيفط لكم فيه هادشي اون ديتاي، اون ديتاي مكتوب ومقيد ومصور، ولكن بقاو تستافدوا لانه كنعطي بعض المعلومات اللي مهمه. شابيتر 5، اول حاجه خص تعرفوا باللي في شابيتر 4 في الاخر ديال شابيتر 4 ما قلتهاش قبيله ولكن اون بتي ديتاي، سيكو في الاخر قالوا لنا، قالنا الراوي لو ناغاتور قالنا راه صافي قربوا يوصلوا لو بور الميناء ديال ليسبون.
شابيتر 5 صافي قالنا راه هما قربوا قريب يوصلوا، راه كيبان كتبان لهم اليابسه لو ريفاج كيبان لهم. اش وقع؟ اون تومبيت، واحد العاصفه قويه نوفراجيه، هي تومبيت بحريه، كوز لا مور، سببت الموت ديال جاك، حيت البادو تقسم على جوج وغرق جاك، علما بانه كان ممكن كونديد يعتقو، كان بغى يطلع يعتقو، ولكن بونغلوس مع ديك النظريه ديالته قال لي لا، وما ضربت هنا الا باش يموت هذا السيد وكذا الى اخره، النظريه ديال الفلسفه الخاويه غرقات بين قوسين وما تعتقاتش جاك لا باتيس، الي مور نوايي. وبم يلا حطوا رجليهم في هذا في ليسبون في العاصمه ديال البرتغال لشبونه، ضرب واحد الزلزال قوي جدا قوي جدا، ثلاثه الارباع ديال المدينه تحطت، وهذا الزلزال واقع يمكن في 1755 واقعيا، ما كاينش هذا التاريخ، ما كاينش في الروايه، انا قلت لكم هو زلزال واقعي. الوغ في لو شابي الفكره الثانيه في هذا الشابيتر 5، الفكره الثانيه في لو شابيتر 5، بانغلوس اكسبوز سون اكسبليكاسيون دو سو سيزم اي سولاج افيك كانديد لي بليسي. اش كنقول؟ كنقول بانه بانغلوس عرض او شرح علاش كاين الزلزال، قال لهم ودي راه من امريكا حتى لهنا راه الطبقات الارضيه وداكشي فيها احتكاك، وبالتالي الزلزال راه مساله طبيعيه وعاديه جدا عباد الله. وهو بونغلوس وكونديد مشاو كي سولاجيو عباد الله اللي مجروحين، كونديد بعدا راه بحد ذاته تجرح بكل العصا مزيان كونديد اي بليسي، ومشاو كيعاونوا الناس، كيعاونوهم كيسولاجيوهم كيصبروهم بحال كنقولوا بالدارجه. ولكن هاد الطريقه باش كيهضر بونغلوس والطريقه باش كان كيتسلط كونديد غتجني عليهم واحد المشكل. علاش؟ لانه كاين واحد الفكره الثالثه، هي واحد لانكيزيتور، واحد لانكيزيتور هو رجل مخبر الشرطه بين قوسين، البركاكه ديال لانكيزيتور هضر مع بونغلوس. اش قال لي؟ قال واش ما كتامنش ما يسمى بلو بيشي اوريجينيل، لو بيشي اوريجينيل ماشي اوريجينال، اوريجينيل كنسمع شي واحد يقول اوريجينال، لا اوريجينيل هي الخطيئه الادميه اللي كيعتقدوا المسيحيين انه المرض حواء هي دفعت ادم ياكل ديك شجره التفاح اللي ما كايناش شجره التفاح لا والو، التفاح راه ما كاينش بعدا في القران، ما عندهم هما هذا هو اعتقادهم. و هذاك الفعل ديال انه كياكلتها هذا خاطئ ادمي، ما كانش ادم كذا، وبالتالي الله يعاقبنا من ذاك الوقت بشتى انواع العقوبات منها الزلزال. وبالتالي بما انه الانسان كيدير هذا الخاطئ خاص نعاقبوه. في اش واش الفكره واضحه طبعا جوسكا ماتنو؟ اسكو تو تي كلير؟ اش غنديروا؟ غنعاقبوا هاد الناس. كيفاش غنعاقبوهم؟ ما معنى نوع العقاب؟ واش نسدوهم في الحبس؟ باش نخاصمو عليهم؟ شنو نديرو؟ تخي بيان، اش غيعاقب؟ دونك ثلاثة الأفكار شابيتر 5، أولا لا تومبيت كي كوز لا مور دو جاك، العاصفة اللي قتلات جاك بين قوسين في البحر مع لو تخومبلمون تيغ. الحاجة الثانية بونغلوس كيتكلم عليهم مسألة طبيعية وأنه كذا وكيشرح وكذا وعادي، وكونديد مجروح ومن بعد ما لا لاباس ولا تاهو كيصبر الناس كذا. وثالث حاجة لانكيزيتور كيتدخل، لانتامونسيون دو لانكيزيتور كي ديسكوت افيك بونغلوس سور سكون أبال لو بيشي أوريجينيل. Est-ce que c'est clair? Très bien. Parlons maintenant du chapitre 6. C'est l'afkar chapitre 6, Mendoza, Malfoutouj. Réder l'oukoum, bouhad chkid de l'autodafé. L'autodafé, c'est quoi? C'est le mihraq. Quand je donne un nas, les dirin de nous, les gars, les gars, les dirin de nous, ou si babé de nous, Allah, aqab nabz zelzel, quand d'khnoum, bouhad l'haja, bouhad l'farran, ou t'l'qoum l'afé, bchouïa, bchouïa l'afé. Ou gadi, htimout. Adik, c'est ma l'autodafé. a été décidé par qui? Par l'université des sages. هذو المنطق السادج فسميتو هو انه هاد العقوبه شكون اللي قررها؟ قررتها الجامعه عباد الله، زائد لي ساج. لي ساج هما الحكماء اللي كانوا حاكمين، حكماء من الحكمه ماشي من الحاكم، اللي كانوا حاكمين او اللي كانوا شادين ليسبون، يعني الحكماء ديال ليسبون قالوا لهم ودي لابد تتهناو، خاص تحرقوا الناس باش ما يبقاش يضرب زلزال. سي كلير، يلا ان بتي بو دو بارتاج، انا عاود نطلب منكم شويه البارتاج باسكو باقي ما وصلناش لوبجيكتيف ديالنا. يلا دونك بروميرمون ils ont décidé un auto da fe d'accord qui les sages et l'université. Pourquoi? علاش؟ pour éviter un nouveau tremblement de terre. علاش حرقوا الناس؟ باش يقولوا الله سبحانه وتعالى هاد الناس هادو دار ذنوب هاو نتحروا بهم، يا ربي ما بقاش دينا زلزال. هادو هو المنطق ديالهم. دوزيام شوز، الفكره الثانيه سي كو في هاد العقوبه شكون يمشي فيها؟ بونغلوس يفا اتر بوندو غيتشنق، وكونديد غياكل العصا. علاش ماشي نفس العقوبه؟ حيت بونغلوس هو اللي كان كيقول راه هادشي طبيعي وهادشي عادي وراه مايمكنش، ما عندناش شي تفسير ديني، هادشي نورمال. دونك هو كان كيدوي، دونك خصو يتعقل لانه دوا. ولكن كونديد غادي يتسلخ مزيان ما يتعلقش. علاش؟ باسكو هو كان كيسمع هذاك، كان كيسمع وكيدير لي ديك اه كاينه زعما كياكد،
واخا ما دواش. دونك هنا جاتو العقوبه اقل، علاش؟ لانه كان كيتاكد اي مي اون دوت لا فيزيون دو سون ميتر. منين شاف هاد العقوبه والفضيحه هادشي كامل الميتر ديالو يتعلق وداكشي، ولا كيقول واحد بونغو يقول لي الدنيا زوينه وكلشي زوين، انا كناكل العصا ويمشي يتعلق وانا كناكل العصا. فين ومات جاك لانا باتيس وكونيغوند سميتو انا فين كاين احسن العوالم؟ فين هو؟ دونك اي فا اي فا كنسميو اي فا ميتر اون دوت لا فيزيون دو سون ميتر. ميتر اون دوت سا فو دير شكك. داكوغ تري بيان. الفكره الثالثه نقدر نزيدوها هي بوندون هاد لوطو دافي داو واحد البيسكايان، بيسكاي نسبه للبيسكاي، بيسكاي واحد المنطقه تما بحال قلتي حنا دابا شي واحد من الضربات اللي بيضاوي من مراكش، مراكشي سوسي كذا بحال هكا بالمنطقه، واحد بيسكاي نسبه للمنطقه ديال بيسكاي، اي دو بورتوغي واحد جوج ديال بورتوغي تما على واحد، هادو كلهم داروا افعال اللي ما عندها حتى شي قيمه. وفي هذيك اللحظه لا تيغ تخومبلي دو نوفو، في هذيك اللحظه باش كان العافيه شاعله كنحركوا في عباد الله، هذيك الساعه باقي لا تيغ تخومبلي، باقي كينزل، باقي البلبله كاينه. اذا ثلاث افكار شابيتر 6، الاولى لوطو دافي ديسيدي باغ اي لونيفرسيتي اي لي ساج جوج، دوزيام شوز دوزيام ايدي بونغلوس فا اتر بوندو اي كون ايت فيسي سو ديرني مي اون دوت لا فيزيون دو سون ماتر، اي تخوازيام ايدي c'est que pendant l'auto d'affaire qui a saisi un biscayen de portugais, la terre tremblait de nouveau. La terre tremble. Donc, c'est comme Afkar l'a dit SSI. Ok, ça marche. Il y a là, il y a le partage. Je ne sais pas si je vais vous faire chier. Donc, il y a là, on avance. Les marques de partage et partager parce que c'est très important. On va voir le chapitre 7, la terre d'Afkar Dialog et d'Anik. Chapitre 7. اول حاجه سي كو في شابيتر 6 في الاخر واحد الشيبانيه وقفت على كوندي قالت لي تبعني، هذا الجمله الاخرى تبعني، بروني كوراج اي سويفي مو، تشجع ترجل وتبعني. في شابيتر 7 غنعرفوا بلي هذيك لا فيي غادي تدي كونديد، هذه الفكره الاولى اون بخومي شيزال دون سا مازور اي لو نوري، داتو واحد كوخ دار متواضعه على قد الحال، وكلاتو شرباتو دار عطاتو البومادي دايره على حيت تسلخ مع داك الجلد ولا الجلده ديالو كي الجلده كتقلع، دار لي دار تي بوما دا النهار الاول و لو لوندومان سور لوندومان ثلاث ايام كتعطي ليا كل شهر كيقول لها قول لي غير شكون اللي مصيفطك ليا وشكون انت هي وما عارفاش واش توقف على شي بانيه قالت لي تبعني تبعها هادشي اللي بقى ثلاث ايام كتمشي في العشيه وكترجع لي في الصباح 3 جوغ هكا ابخي لو ثوازيام جوغ نهار الثالث قالت لي اجي تبعني وداتو داتو واحد لا ميزون ايزولي زوينه زوينه المهم فيها جريده كذا اون فراب لا بورت اون اوفر لا بورت حلوا لي الباب ادخل في هذيك لا ميزون اي فا رونكونتري اون فام فوالي مرا دايره بحال هكا تيديرها الخمار ما كيبانش وجهها هذاك هذيك لا في قالت الكونديت كشف على هاد السيده شكون هي والمراه كانت كترعد هذيك المراه اللي كانت مغطيه كانت كترعد قال الكونديت ابلوتو لا في قالت الكونديت كشف هذه الفكره الثانيه الفكره الثالثه C'est que Candide était surpris que cette dame est cunégonde. Michel, il a dit qu'elle était cunégonde ou peut-être qu'elle était là. Ben, elle s'est fait. 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 اوكي okay. كي سولها قالوا لها قال لها بونغلوس انت متي وضربك واحد الساده بجنويه بالسيف باردون كذا شو واقع كذا يبوز دي كيسيون اذا ثلاثة الافكار الرئيسيه في الشابيتر 7 اللي ما طويلش لا فيي اومن كونديت شيزيل ال نوري وكلاتو لوي دون لا بوماد لا بوماد باش يدير جيزو بوندون 3 جور الفكره الثانيه لو ثوازيام جور لو كوندوي داتو تا سوكو دون اون ميزون ايزولي لا اي فا رونكونتري اون دام كي ايتي فوالي والفكره الثالثه il va être surpris après savoir qu'il s'agit de cunégonde كاكونيغون بقى كيسول عليك لاباس وكذا ولكن الشابيتر 8 كله عنده الشابيتر كله كيتكلم هذيك كونيغون هي اللي كتكلم اش تقول لي؟ غتبقى تقول لي السلام عليكم وبركاته مريم توت نقول تبعوا هذا الاستاذ والله مميز في فضله كذا ما كنشوف لي كومونتير ديزولي ماشي كلشي مي ان توكا الله يجازيكم بخير تخي بيان تخي بيان ميرسي بوكو لا سوربري كونديد ايتي سوربري كان متفاجئ سوربري ماشي سوربريز لا سوربريز ديال المفاجاه فرقوا بيناتهم مي ملي كنقولوا كونديد اي سوربري هنا كنتكلموا على 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 ماشي على الفعل ولكن على تري بيان الوغ ندوزو سيل فو بلي الوغ بي ال
Pardon, d'abord chapitre 8, elle va raconter. Chapitre 8, Yousseoui Cunégonde. Cunégonde raconte à Candice ce qu'elle a subi des Bulgares. Elle a subi, ça veut dire tahammalat. Quand Cunégonde raconte à Candice ce qu'elle a subi, madat tahammalat, ou akda dik el ma'louma dial fi'lan, raj dakhlou 'aliya wahed siyad, tkrafs 'aliya, wakhcha sif hana fi kerch ديالي, وكنت غادي نموت الى اخره. Puis, من بعد غتقول ليه الفكره الثانيه، غتقول ليه كيفاش توليت انا فام بارتاجي، انا امراه بين جوج ديال الرجال، بين واحد جويف سميتو دون ايساكار، واحد يهودي سميتو دون ايساكار، ياك؟ ou واحد الانكيزيتور، داكوغ؟ تخي بيان. الوغ Ils se mettent, Fikra Tselta, ils se mettent à table pour souper. Donc, Fikra Loula, quand Cunégonde Kataoulé Choukalea Mali Bulgare, Fikra Tania, qui fait Choukalea femme partagée, quand Katbea, Khadimam, Blasal, Kassira, ou l'Am Blasal Blasah, ça aussi, c'est un juif, ou même c'est un juif, l'inquisiteur, le hakim, maintenant, le mukhbir, chef, le juif a dit que c'est de l'année que tu partages avec moi. Fakbel. عندك عنده 3 ايام، الاخر عنده باقي الاسبوع. والفكره الثالثه، بركو كيتعشى، سو ميتا بور سوبي يتعشى، ولكن في ديك اللحظه يدخل ايساكا، اليهودي يدخل لانه كان السبت، هو عنده الحق فيها نهار السبت، لو جور دو سابات، سابات هو السبت، جات من السبت نيت. اوكي، دونك ثلاث افكار. شوفوا شابيتر 9، شابيتر 9 مزيان، تبعوا معايا، راه غادي ندق دق. داكوغ، مزيان، برافو. هذا شابيتر 9. الوغ منين دخل اليهودي معصب وداك الشيء، هو ديجا ما حاملش يبارطاجي كونيغوند مع بعدا الانكيزيتور، ما حاملش. دونك منين دخل لقى السيد بارك في الكنابي، لو كنابي سور لو كنابي، هجم على كونديد باش يقتلو. دابا لو جويف هو اللي اتاكا كونديد باش يقتلو، ولكن لا فيي عطات لكونديد واحد السيف، اون ايبي، ليبي هو السيف، وكونديد قتل هذاك لو جويف، قتلو. داكوغ، تخي بيان. هذه الفكره الاولى. الفكره الثانيه في الشابيتر 9، L'inquisiteur arrive une heure après minuit. Mais quand faut minuit, qu'il trouve le had, qu'il voulait le had, l'inquisiteur. Donc, déjà, l'inquisiteur, une heure après minuit, chef de Yahoudi, Marma, Manitech, l'Ardoumid, quand on dit que le had, le mokhbir, le waboulis, le waboulis, le wakada, il dit le ya, chi hala, ou le hada, chmoul, le maamoul, غادي ما باش ما نديرش هادشي، غادي نقتلو تا. فقتلو، قتل جوج ديال الناس في قلب من داكشي بسرعه. دونك الفكرة الثالثة، بما أنه ارتكب كونديت جريمتين، قتل ديال واحد يهودي وواحد سميتو، أش دار؟ قرر باش يهرب هو وكونيغوند ولافيي، خداو ثلاثة خيول وهربوا فيغ ليسبان. إذا كنا فين؟ في ليسبون، كنا في لوتو دافي، من بعد مشينا لا ميزون دي لافيي مازيو، من بعد مشينا لا ميزون ايزولي. هنا الشيء اللي كنقول لكم، القتيلة فين وقعت؟ في لا ميزون ايزولي اللي ساكن كانت فيها كونيغوند، واللي كيجي عندها اليهودي في الايام ديالو، كيجي عندها الكيستور في الايام ديالو. دابا غيهربوا لاسبان، علاش؟ عقلوا هذيك الكلمه، علاش؟ شكون يقول لي علاش؟ لا كيستيون، بوركوا؟ بوركوا؟ باسكو كانديد ا توي اي دون ايساكار اي الكيستور قتل جوج، سي كلير. داكشي علاش هرب اسبان، ما يمكنش يبقى تما. ويا داير راه ملي هربوا، يلاه بعدوا بالخيول ديالهم بالليل، يلاه هربوا، ضربوا واحد المسافه، لانه اللي كنقولوا فإذا واحد الدورية جات، هزو داك اليهودي لاحو في قارعة في الطريق، وشدو داك الكيزدور داير عند فنوف بحال قلتي في كنيسة ولا في شي معبد ولا شي حاجة هكا. في ديك اللحظة اللي هما هربانين، دونك كون غير تعطلوا شوية كانوا يتشدوا. سيكلا، إذا كان سيكلا قول أستاذ سيكلا، حنا غادي إن شاء الله نشرحوا لكم هاد كونديت نطلقوه اليوم. أوكي، سا مارش. أهلا سي عبد السلام، يحضر معنا نهار كبير هذا، فيلسوفيا النجاح. تبارك الله للسي عبد السلام، أستاذ الفلسفة دائما حاضر بقوة. وأنا زعما أنصحكم بأستاذ عبد السلام اللي هو زعما إطار المرجعي ديال الفلسفة، ما شاء الله عليك. سي تخي كلير، دونك كلير، كلشي واضح، مزيان باسي وياك، ولكن شوية البارتاج، عاونوني في البارتاج، هذاك البارتاج عندي بحال ديك جغيمات الماء، هي البارتاج، شوية البارتاج كنزيدو شوية الجهد. ألوغ،
ومزيان اللي كيعرف النمره التليفون ديالي حطها، واللي كيعرف لا شين ديالي حطها، واللي كيعرف لا باج فيسبوك حطها في لي كومونتير، باسكو بزاف ديال الناس دابا انا كنتكلم معاكم اقسم بالله الا 57 ميساج واصلني في التليفون، 57 ميساج باش نجاوب راه خصني. دونك مزيان تحطوا هادشي باش الناس اللي بغا شي حاجه يمشي لها ديريكتور. شابيتر 10 يبغى يهرب لاسبانيا بالخيول، مزيان. الوغ هربوا مشوا لاسبانيا، قبل ما يوصلوا لكاديكس كان خصهم يبقاو يدوز واحد النيله في افاسينا، افاسينا واحد النيله في الطريق غادي يباتوا، ولكن ملي غيباتوا غيتشفر الكونيكون داكشي اللي معاه هادي الفلوس، داكشي اللي ما تملكو غيتشفر، وكيشكو في واحدهم بخيو واحد المتعبد كيعبد معاهم في داك الكاباري، الكاباري هو لوطيل بكري، داك الكاباري هو لوطيل بكري كياكلوا فيه الناس وكينعسوا فيه. الكونيكون دا ايتي فولي تشفرت، اش غيديروا؟ بقى عندهم الفلوس الاول، قالوا نبيع واحد ان دي تخوا شيفو، واحد ثلاثه ديال الخيول. الفكره الاولى كونيكون تشفرت، باعوا واحد من الخيول ثلاثه باش يلقاو ما ياكلوا، وكملوا الطريق لكاديكس، حيت هادشي وقع في افاسينا ماشي في كاديكس، افاسينا، ومشاو لكاديكس ووصلوا لكاديكس. الفكره الثانيه كونديت في كاديكس غيولي كابيتان، حيت لاغمي اسبانيول كان خاصها تجنيد، وخاصهم ناس عندهم تجربه، وكونديت خدم في لاغمي ديال بلغار، قيمه عندهم تجربه، ندوز العسكر ديال لي بلغار، معناها راك تبارك الله دوزتي مدرسه كبيره. دونك اش وقع؟ سيكو اصبح كابيتان، ماشي غير سولدا، لي بلغار كان سولدا، دابا ولا كابيتان. عندو الجريد دون لارمي اسبانيول في الجيش الاسباني. الفكره الثالثه غادي يمشيو لبوينس ايرس، علاش؟ انه كاين واحد الثوره ضد الحكام ديال الاسبان كيهددوهم، والصه جاي من تما. دونك كونديت بحال قلت لي مشى في واحد المهمه عسكريه، مهمه دبلوماسيه، غيدي معاه شكون؟ كونيغوند لا فيي لي دو شيفو الخيلين اللي كانوا جوج العوده اللي كانوا، واحد دو فالي جوج ديال الخدام، شكون هما نشوفو من بعد. اوكي سا مارش تري بيان. شوفو شابيتر 11، حنا راه غاديين تبارك الله ما شاء الله عليكم. شابيتر 11 ثلاثه الافكار. اول ما خاص تعرفوا بلي من اسبانيا لبوينس ايرس غيمشيو لبوينس ايرس للارجنتين، يعني يمشيو من اوروبا لامريكا اللاتينيه، يقطعوا المحيط الاطلسي كله. دونك خصنا واحد شويه الوقت غيمشيو في الباطو، هذاك الوقت غنخصو ليه دو شابيتر 11 و 12 هما في الباطو. هما في الباطو شكون يتكلم؟ شابيتر 8 تكلمت لافي هادي كونيكوند، ولكن في شابيتر 11 شكون يتكلم؟ غتكلم لافي اي سور لو فيسو. غيبداو يتناقشوا على الالام ديال كل واحد فيهم، ديال كل وحده فيهم. هي كونيكوند انا تعذبت، كتقول لها اجي نوريك التعذيب العاده ديال بصح. سور لو فيسو فيغ بوينس ايرس لافي اي بار دو سي زوريجين اي دو سون فيكو. اول حاجه تقول لهم اجي شوفوا شكون انا، بنت من؟ بنت لوباب، لوباب هو البابا داكوغ. اوربان 10 واخا عمر ما كان في التاريخ ديال النصارى، حدو الاوربان 9، اوربان 10 لا يوجد داكوغ. تاني حاجة مام الام ديالي هي لا برانسيس دو باليسترين، باليسترين هادي منطقة في ايطاليا جميلة جدا، انا بنت الاميرة ديال ديك المنطقة، برافو ياك. كتعاودهم لي زوريجين ديالها، الاصول ديالها، ولسون فيكو كيف اشنو عاشت، عاشت الويلات، عاشت الويل كحل. كان واحد الخطيب بغى يخطبها فاذا به تقتل بواحد تسمم بواحد الشوكولاته ولا داك الشيء من قبل واحد سميتو واحد الخطيب ديال لافيي، وغادي لافيي غتعصب ملي كانت باقا صغيره كتهضر على شي باقي جون، وقالت لك انا كان يخطبني واحد السيد اجمل مني بكثير، وانا كنت اجمل النساء العالم. هادشي لافيي كتحكي هادشي في الباطو، وماما باش تبرد عليه قالت لها جي نروح بك واحد الدوره وكذا، وفي هذيك الدوره غيشدونا القراصنه المغاربه من مدينه سلا، وغيديونا للمغرب، وغيتكرفسوا علينا كاملين بمعنى الكلمه نتكرفسوا، تكرفسوا عليهم مزيان. وفي الاخر غتلقى راسها وسط واحد الدماء ديال القتيله اللي كان بين المسلمين ديك الساعه، ابناء مولاي اسماعيل ديك الساعه شي كيقول، وغادي يغمى عليها، وغيجي واحد ان ايطاليان، واحد الراجل ابيض ايطالي غيتكلم بلغتها، وغادي تفيق. اذا ثلاثه الافكار، اولا هما في الفيسو في الباطو غادي بوينس ايرس، ثاني حاجه عاودت لهم اصلها واش عاشت، وثالث حاجه هذاك الدماء وداك الشيء افقدها الوعي وسقطت، فاذا بواحد الرجل من بلادها كيجي كيتكلم بلغتها وكيهضر معها. هذا الشيء كيف شابيتر 11 دائما حنا في الباطو غادي من كاديكس لبوينس ايرس. اسكو سي كلير؟ مزيان شادي معايا الخط. تبارك الله عليكم، تحية خاصة لجميع الأوفياء ديال
فريق التميز. ما كنشوف كاع لي كومونتير، لانه الا مشيت نشوف لي كومونتير غادي نضيع الوقت وكذا. فانا مستعد نجاوب على لي كيسيون مباشره بعد ما نسالي، ما غير صبروا معايا ان شاء الله. قلت لكم اليوم غنسهروا شي شويه نحيدوا هاد الكونديت. اوكي تري بيان، ومزيان تبارطاجيو لا شين ديالي ولا باج فيسبوك وهذا وداك لو ليان اللي فيه هادشي كامل اون ديتاي. شابيتر 12، حنا باقيين في الباطو. هاد الراجل اللي هضر بالايطاليه وعدها، قال لها شوفي انت دابا بنت كذا، بنت بلادي وهذا. قالت لي انا راه بنت بلا برانسيس باليسترين. لقاه هي لقاتو بانه هذاك لوم ايطاليان سيتي ان ميوزيسيان، كان موسيقي في الفرقه ديال الام ديالها. بالتالي قال لها انت هذيك البنيه الصغيره اللي كانت دونك عرفها من عرفها عرف ماما ولا شي. قال لها شوفي منين انت بنت بلادي غنعتقك وغادي نردك نديك السبته سوتا المغربيه، ومن السبته نقطعك الايطاليه وسيري الله يعاونك. فثقت فيه، ولكن مع هذا الراجل ما صدقش باع الداي ديال الجزائر. الداي ديال الجزائر وقلت السلطان ديال الجزائر، ومن الجزائر كتباع الجزائر تونس ليبيا الي الكسندري اللي هي الاسكندريه من مصر، مشات حتى تركيا، حتى تركيا، واحد المنطقه متنازع بين الاتراك والرواسه ولي روس، وكانت هي تما اسكلاف عبيده، حيت تباعت ولات كتباع ولات ما بقاتش حره وهي غاده. دونك هاد الراجل باعها. الفكره الاولى انه سيت اوم افوندو لا فيي وديت الجزائر لا توني، المهم سارت هاد الدول اللي قلت لكم. داكوغ. الفكره الثانيه سي كو كتقول لهم هاد المرحله كل اللي عشتها ما شفت الويل الكحل، واكثر من حاجه ما شفت هو الاعدامات. الناس كيعدموا كيقتلوا روسهم، عندهم مناصب كيقتلوا روسهم، علاش شفت الويل الكحل؟ اخر فكره، الفكره الثالثه، واحد الفكره بعد الثانيه كتبقى شويه كحل لدرجه انك كتغتصب تقريبا كل يوم، زعما كارثه داك الشيء. اخر فكره قالت لكم اخر واحد غادي نعيش عنده ونستقر عنده هو لو جويف دو ايساكا، هذاك لو جويف اللي قتلو كونديت، بمعنى هذاك لو جويف كان عنده لافي الاولى. سي ابخي كي فا فيغ كونيسونس ا كونيكون، من بعد عرف كونيكون، اما لافي الاولى ملي كانت باقا صغير كان مع هذا الجويف. شابيتر 13 ا بوينس ايرس، دابا وصلوا بوينس ايرس. وبعد في الاخر شاب يدوز قالت لهم هذا الشيء اللي قلت لكم، ملي لقيتوا شي واحد في الناس اللي مسافرين معانا عاش هذا الشيء لوحوني في هذا البحر، انا كاع ما عندي ما ندير بالحياه. وفعلا لقاوها، قالوا لها ودي داك الشيء كتعيشي انت اللي عشتي راه سي فريمون سي اوريبل مفزع. في بوينس ايرس، بوينس ايرس ميوصل لارجنتين، اول حاجه وقعات سي كو بمجرد ما حطوا رجلهم ودخلوا عند الغوفرنور الحاكم، الحاكم قال لهم ودي بغيت نزوج، الفكره الاولى بغيت نزوج كونيكون، ما يعرفوش كونديت كيجي شي حاجه ولا يفو ايبوزي، واش غايت ايبوزي ولا لا، غدخلها فيها تقول كونيكون توكل على الله السيد راه رئيس دوله والارجنتين وكذا وانا سيري الله يسخر لك. قالت له كونيت، قالت لي ماشي مشكل. دونك ان كونسي، واحد النصيحه ولا واحد الوصيه، هذه الاولى. الفكره الثانيه سي كو جاوك الناس يقلبوا على كونديت، عرفوا راه هرب، قتلوا هرب تما، دونك متابع قضائيا خصو يهرب. هذه الفكره الثانيه، دونك البوليس يقلبوا على كونديت في بوينس ايرس، انا راه قربوا ليه وخاف لانه قاتل رجل سلطه. الفكره الثالثه غادي يهرب مع كاكومبو، وهنا نتكلم على كاكومبو. كاكومبو هو البيرسوناج كي ريبريزونت لا فيديليتي، الوفاء. الا كان شي واحد وفي في القصه ديال كونديت، الكونديت راه هو كاكومبو اكثر من كونيكون، متفقين؟ كونيكون كتمثل لامور بوتيتر، داك العشق ديال كونديت كونيكون كاين، ولكن كاكومبو كيمثل الوفاء لا فيديليتي. الوغ كو بونغلوس كيمثل لوبتيميزم الخاوي، من لوبتيميزم الخاوي داك النظري ديال التفاؤل اللي ما عندها حتى شي معنى. الناس كياكل العصا وكيولي راه كلشي زين وهذا، باش نفهموا فولتير كيفاش صاغ القصه. شابيتر 14، سمعوني مزيان، شابيتر 14 انا عرفت بلي كاين ابداعيه، ولكن نصبروا باقي لنا واحد كان شابيتر ما عرفناش عليه وندوزو، باسكو هاد الكونديت غنرجعوا ليه ان شاء الله ملي نخدموا الامتحانات باش نرجعو نشرحو. سي با بوسيبل، عندكم لو ليان، عندكم هاد لو لايف، توكلوا على الله. اوكي صبروا، انا باقي شي حاجه زوينه وكنقول لكم راه يمكن كاين واحد المفاجاه الا كتب الله. كونديت في شابيتر 14 اي كاكومبو اريف مع هربو، هرب كونديت مع كاكومبو، هربو بالخيول ديالهم وصلوا لباراغواي. دونك الفكره الاولى وصلوا لباراغواي امريكا اللاتينيه، هذه الفكره الاولى. الفكره الثانيه سي كو هاد الباراغواي حاكمينو لي جيزويت، لي جيزويت طائفه مسيحيه جات من جيزو كري اللي هو سيدنا عيسى المسيح،
طائفة تقريبا في 1700 أو 1600 تقريبا، أن بيغيني باغ لي جيزويت، حكموا من لي جيزويت. هذه الفكرة الثانية. الفكرة الثالثة اللي هي زوينة بزاف، سي كو لما دخل كانديد وهذا كانديد وكاكومبو صاحبه الوفي دخلوا عند الملك أو الحاكم ديال لي جيزويت، لو كومون هنا كيسموه هما لو كوموندون. الكوموندون عندها جوج معاني، لو كوموندون كتعني أمير المؤمنين، لو كوموندون دي كرويون، حيت هو دي هذه دولة مسيحية دينية، وكاين لو كوموندون ديال لارمي، المهم بحالتي جينيرال العسكر. هذا الكوموندون هنا عندها جوج ديال المعاني، هاد سميتو هاد الحاكم كيدير جوج أدوار. المهم منين دخلوا عنده اش لقاو؟ كونديد لقى بلي هذاك السيد اللي حاكم هذيك البلاد كول هذه اللي جيت هو لو فيس دو بارون، ولكن كونديد بالنسبه لي هو راه مات لو فيس دو بارون على حسب الروايه ديال بونغلوس وديال كونيكوند، ولكن لقاه باقي حي. دونك تفاجأ، ومن لقاه استغل الفرصه باش يقول لي شوف اختك راه واخد هذا اللي حداكم، حيت الارجنتين مع الباراغواي جيران قراب. قال لي حنا هربنا من الارجنتين ولكن راه خلينا اختك تما الله يرحم باك، اجيو شي محاولة باش نرجعوها. دونك ثلاثة الأفكار وصلوا لباراغواي. باراغواي دولة محكومة من عند لي جيزويت. ثالث حاجة الحاكم ديال باراغواي كلها لي جيزويت هو لو فيس دو بارون لي كوندي، استغل الوجود ديالو كسلطة باش يطلب منه مساعدته يعتق كونيكوند. اسكو سي كلير؟ ما قلتش لكم اسكو سي كلير شحال من مرة، واش هادشي كله واضح ياك؟ ما كاين حتى شي مشكل. نخليو هاد اللايف ولا نحيدو؟ جبنا ليكم قولوا لي اللي قلتو ندير معاكم محشومة، شي حاضر شي ما حاضر. يا با دو سينيال جو بونس با، يا يا في سي يا ان سينيال جو بونس با. قولي واش هاد اللايف نخليه ولا نحيدوه؟ جبان ليكم سي كلير؟ اسكو سي كلير؟ مزيان با دو بروبليم. يا نزيدو شو البورتا دابا شنو attention ma mèche le signalement ma mèche ici ma mèche pas fait attention au signalement ma mèche tout le temps et c'est normal les signaux à l'âge خليه ولا نحيدو؟ خليه ما تحيدوش. واخا واخا ماشي مشكل، يلا شو البارتاج ماشي مشكل، خليه استاذ سي با غا، في معلومات مهمه ياك. تري بيان. الوغ في لو شابيتر 15 اون لونغ ديسكوسيون اونتر كانديد اي لو فيس دو بارون، دونك يهضروا بزاف. وهاد شابيتر 15 بحال 8 كونيغوند كدوي، بحال 11 اي 12 لا في كدوي. شابيتر 15 شكون كيدوي؟ لو فيس دو بارون. هادشي كنقول لكم لي زانديكاسيون باش نهار الامتحان تعرف، الا سمعتي لو بارون كيهضر بزاف راه كاين هنا وكينحشو لشابيتر 28 تاع، ولكن خلونا نتكلموا وحده بوحده. شابيتر 15 طول الهضره بياتهم، ولكن شكون يهضر بزاف؟ هضر لو فيس دو بارون. إل راكونت سكيل افيكو في الشاطو، اش وقع ليه حتى هو داكوغ، كيفاش تا ولا مانيك ديال باراغواي، وبدا كيتكلم شحال ديال وي ديال باراغواي، بدا كيتكلم شحال حكا راه ضربوني وكنت غادي نموت، ولكن ما ماتش وداوني لروما العاصمه ديال المسيحيه وعتقوني تما وتلقيت الديانه ديال هذاك المبادئ ديال المذهب ديال الجيزويت، وقالوا خصنا واحد شي واحد اللي يكون يقدر يمشي يحكم يضبط واحد الدوله وكذا، وبقى كيحكي. هذه فكرة الأولى، يعني لو فيس دو بارون راكونت أ كانديد كومون إلي دوفوني أن كوموندون أو بيان أن جيزويت، بعدا ينتمي للجيزويت. تاني حاجة سي كو كانديد أ بروفيتي من هاد البوست ديالو باش يطلب منه لو مارياج، باش يقول له زوجني أختك راه بغيت نتزوج بها. هذا كانديد بغيت يتزوج بكونيغوند وكيطلب اليد ديالها من عند من عند من عند سون فخيغ اللي هو فيس دو بارون. الفكره الثالثه سي كو مو دي فكره مهمه، سي كو لو فيس دو بارون رفض، وهذاك الرفض كلفو شبه حياته، ما نقولش حياته، كونديد ضرب بادون لو فيس دو بارون ضرب كونديد بواحد بالجهه الفتحه ديال السيف، فتحه ماشي الجهه الماضيه، الصفحه ديال السيف لوجهه سون فيزاج، وكونديد بلا ما يشعر شد السيف وخشاه في كرش ديال لو فيس دو بارون وطاح طيح. دونك الفكره الثالثه هي هذه. اذا نقولوا ثلاث افكار، الاولى لا ديسكوسيون بيناتهم دون لاكيل لو فيس دو بارون il a bien raconté ce qu'il a vécu فهذا كي كومون il est devenu jésuite. ثاني حاجة لا دوموند ديال المارياج. ثالث حاجة هو داك الضربة اللي ضربو وطاح ولبس ليه حويجو باش يهرب، لأنه بدا يغوت بديك اللغة ديالو باش يهرب. دونك ثلاث الأفكار اللي كاينة في الشابيتر 15. وصلنا للنص ديال لو رومون، وكنتمنى إن شاء الله 11 11 وقسم يكونوا سالينا. شابيتر 16
Il s'enfuit et il traverse un pays inconnu. هربوا شكون؟ هذه فكرة ولا هربوا ودازوا لواحد البلاصة غير معلومة. إذا دابا حنا ما بقيناش في باراغواي ولا في بي انكونو. علاش؟ لأنه قتل. دونك الهروب عنده سبب اللي هو القتل. مزيان، هذه الفكرة الأولى. الفكرة الثانية، في هذه البلاد هذه غيتلاقاو مع واحد دو سانج، جوج ديال القرودة تابعين لواحد دو في نو ما لابسات والو، وكونديد باجتهاد منه اعتبر هذاك تهديد لدوك البنات فقتل دوك لي سانج. فاذا به تبين انه هما كيبكيو عليهم البنات، بكاو على دوك القروضه، وقال لي كاكو موا دوك راه ماشي تهديد، لا دوك راه سون دي زامو عاشقين. ما نخليكم دابا تخيلوا هذا الامر هذا، ولكن ندوزو ما نتعطلوش فيه. الفكره الثالثه سيكو هاد الجريمه اللي ارتكب في حق هاد القروضه هادو هاد لي دو سانج غادي نوض عليه النحل، لانه غادي تشدو من عند لي زوغيون. لي زوغيون واحد القبيله نقولوا حنا بحال ديال سوفاج، غيشدوهم غيبغيو ياكلوهم. علاش؟ حيت كيعتقدوا هما هادوك لي سوفاج انه هذاك كونديت او كاكومبو سو سون دي جيزويت، هما عندهم عداوه مع لي جيزويت. علاش؟ سو دي جيزويت انه لابسين اللبسه ديال الشيف ديالهم. هنا كاكومبو يقول لي شوف، يقول لهم شوفوا انا بالعكس، حنا قتلنا الامير ديال لي جيزويت، لو كوموندون دي جيزويت، الامير ديال لي جيزويت حنا اللي قتلناه. وسيروا سولوا، فاذا ملي سولوا لقاو فعلا الكلام صحيح فتلقوهم. هادشي اللي وقع في الشابيتر 5. ثلاث الافكار الاولى، هربوا لانه قتلوا لو فيس دو بارون ومشاو لبي انكوني، داكوغ. ثاني حاجه، كونديت كيقتل جوج ديال لي سانج على حسب الحالات اللي قلت لكم، كان تابعين واحد العيالات اللي ما لابسات والو، وفي الاخر بانه ماشي خطا من عند كونديت تقريبا. ومساله الثالثه، هادو شدوهم لي زوريون باش ياكلوهم لانه صحاب لي جيزويت، ولكن تاكد من بعد انهم لا سون با دي جيزويت، وطلقوهم وداروا لهم حفله كاع. مشى طلقوهم وداروا لهم حفله. اوكي، شابيتر 17، يلا شوف البارطاج وحنا غادي معكم. شابيتر 17، عطيناكم معلومات مهمه اليوم اللي ان شاء الله باذن الله كافيه باش ان شاء الله ملي نخدموا لي زيكزامان تلقاو راسكم بخير وعلى خير. شابيتر 17، ابري ان لون فواياج ايلز اريف ان ايمونس اوريزون. الوغ شابيتر 17 سي كو من تلقاوهم دوك لي زوغيون مشاو واحد ضربوا واحد المسافه طويله وركبوا فواحد الكانو، كانو واحد الباطو بجنب الواد، وبقوا غاديين فحال هذه الفكره الاولى. الفكره الثانيه، هذيك الباطو غيوصلوا واحد المستوى ديال الماء غيرتفع بزاف ويطيحوا في واحد البلاد، هذيك البلاد سميتها نيل دوغادو. فكره الفكره الثالثه، انه هذيك البلاد بحال نقول حنا خيال علمي، كل شيء فيها رائع، الماكله فابور، الذهب مليوح في الارض، اللي بغيتها كاينه، كل شيء مزيان، داك الشيء خيالي. وهذا هو الشابيتر بلوتو، هذا هو الباساج الوحيد لي فيه سكون ابل لو سور ناتورال، شي حاجه اللي ما كيقبلهاش العقل يدخل لراسو. هذا في هذا الباساج. اذا ثلاث افكار، اولا مشوا واحد المسافه طويله وركبوا في واحد الباطو وبقوا غاديين. ثاني حاجه، هذاك الماء ديال داك الواد هز طلع المنسوب ديال المياه وحطهم في واحد البلد ما عرفوش كيفاش دخلوا ليه ولقاو سميتو لي دوغادو. الفكره الثالثه، هذا البلد كيسمو اوتوبيك، كيقولوا ان بي اوتوبيك سافير ماشي اكثر من نموذج، شي حاجه اللي ما كيتخيلهاش، اون سوسيتي ايديال، شي حاجه توب ديال التوب. ثلاثه الافكار، الى واضح استاذ واضح ندوزو ان شاء الله. واضح، الدوغادو سميت هو بلد الذهب بالاسبانيه، صح الكلام هذا اللي قالت السيده ولا اللي قالت السيد سي انس، وي بلد الذهب الدوغادو، اور جات من اور، صحيح صحيح، واضح جدا استاذ فرح تبارك الله عليكم. واضح فرح كانت من الاولين اللي حضروا، راه باقا معنا والله يجزاها بخير. يلا واضح، مزيان، تخي بيان، مزيان. دونك اذا كان شي واضح نكملوا، برافو عليكم، عندي ما نسالكم. الوغ ركزوا معايا مزيان في لو شابيتر، هذا راه مهم. شابيتر 18 غنتكلموا على الدوغادو، غنبقاو في الدوغادو ونتكلموا عليه. اول حاجه سي كو كونديد بار كوريوزيتي، من باب فضول، كوريوزيتي الفضول، بغى يعرف اش مال هاد البلاد هكا دايره. اذا هذا هو البلاد اللي كيتكلم عليه بونغلوس، غادي يرجع لنا البونغلوس، ما تزوجش بونغلوس راه ديما مع كونديد في دماغه، حيت هو حفر لي داكشي بدماغه. كونديد واحد الاوت، اوت هو المضيف، هو الذي يستقبلك، كنقولو ان اوت. قال لي كونديد بغيت نعرف نتوما، قال له ودي نجيب لك واحد الشيباني عنده 172 سنه غيشرح لك هذا الشيء. هذه الفكره الاولى، بمعنى كونديد يل رونكونتري ان فيو، ان فيار من الاحسن هو التعبير الاصح، لا اجي دو 172 ans كي فا لوي اكسبيكي لو لي سكري دو سو بي، اسرار هذا البلد. اول سر هو انهم هما الناس ديال لي زابيتون ديال الدورادو
اي سون دوريجين ديال لو بوبل اللي سميتو الانكا، كتعرفوا القبيله الانكا معروفه، قالوا حنا السلاله ديالهم، حنا السلاله ديال الانكا معروفه، قلبوا على الانترنت في انكا، سلاله قديمه في امريكا اللاتينيه. الفكره الاولى. الفكره الثانيه، المهم بعد ما يتلاقى معاه قال لي حنا شكون هما والدين ديالنا، حنا كنعبدوا الله بوحدو، ما كاينش شي حاجه سميتها كذا، ما كاينش الانبياء، وكاين اله واحد وكنعبدوه بوغ هذا بوغ لادوغي، باش نحبوه كذا. عنده واحد الفكره، عطاه هضرني على السياسه على الدين، على هذه حيت عطاه لي سوكري، انا قلتها. ثاني فكره، اي فا رونكونتخي لو روا ديال دورادو، قال هذا الملك ديال هاد البلاد كيفاش غيكون، فلقى انسان متواضع ويتلاقى معاه ويكون متواضع وكذا. الفكره الثالثه اللي زوينه بزاف، سي كدوز واحد المده طويله، واحد المده، وكانديد قال لي دابا حنا بقينا هنا غنولفوا ونولوا بحالهم، ولا انا ما عجبنيش الحال، او كوني كوند مي تبقى هكاك، لا خصني نقلب عليها. اذا هذه من غيزون بور لاكال كانديد فا كيتي هاد لو بي اللي هو اجمل العوالم ديال بصح، غيكيتي معنا النفس، ما خاطر تعطي داكشي اللي بغات كتقلب على شي حاجه اخرى. هذا اللي يدير اللي بغي يدوز. Donc Candide il va quitter ce beau pays mais avec une immense richesse. Ça dit يمشي يجمع واحد الثروه ديال لا ريشيس. الحجر الكريم وداك الشيء، غيطلب اذن عند الملك، قال لي الملك خذ لي بغيتي فجمع بزاف، وامروا واحد 3000 فيزيسيان، واحد 3000 عالم فيزياء باش يديروا واحد الاله باش يتخرجوا من داك العالم، حيت داك العالم راه ماشي عالم عادي كتدخل وتخرج بحال لي زوتر بي. لاحوهم بواحد الطريقه باش لقاو راسهم خارج الضفه، خارج البلد. اوكي، شابيتر 19 نشوفوا اش وقع فيه. شابيتر 19 خرجوا من داك البلاد، داو معاهم دي موطون اكباش، وفيهم في الصوفه ديالهم بزاف ديال الاحجار الكريمه، كل حجره كتسوى. وصلوا لواحد البلاد، هما كانوا غيمشيو لكيان، كيان ولا كايان، بحال كايان بالانجليزيه وكيان بالفرنسيه. هو هاد كيان راه كاينه دابا نيت حاليا، هي مستعمره فرنسيه حاليا، باقا كاينه دابا فرنسيه في امريكا اللاتينيه. كانوا غاديين ليها مونسونش ليها، ولكن في الطريق وصلوا واحد البلاد سميتها سورينام. في هاد سورينام غيتلاقاو مع الدخله ديال المدينه، يتلاقاو مع واحد ان اسكلاف موتيلي مفصل، محيده لي نيد ورجل. شكون اللي دار لي هادشي؟ سون متر هولندي. الفكره الاولى، وصلوا لسورينام ولقاو واحد اسكلاف مقطع ليه يد ورجل من طرف سيده الهولندي، يعني واحد هولندي خرجوا بلا كان هولندي جاك لانابيس العمر هذا، وهذا فوندير دوندور سميتو، هذا تكرفس على البلاد. هذه الفكره الاولى، ولكن خصنا نعرفوا علاش قطع ليه يد ورجل، لان قال لك اسيدي في لا سوكروري ملي كيخدموا الناس في الحلويات، الا درتي يدك في ديك لا ماشين وحصلتي كنعتبر بحال محاوله سرقه، قطعوا ليه يديه، ولا طلع لك الدم تهرب وحصلتي كنقطعوا لك رجل. هو دارهم بجوج هاد العبد. هذه الفكره الاولى. الفكره الثانيه، كونديد غيدور عند كاكومبو يقول انت علاش تابعني ديما معايا، علاش انت دابا هالفلوس كاينه، سير اسيدي، عطاه الفلوس قال لي سير اسيدي عند الملك ديال بوينس ايرس، قول لي شحال بغيتي باش تطلق لينا كونيغوند، واللي طلبها لك راه تبارك الله راك غني انت دابا، حيت كونديد عطاه فلوس بزاف. انا عارفو من بعد شحال عطاه، دابا في شابيتر 19 ما كاينش، ولكن في الاخر ديال الروايه نعرفو شحال عطاه، وعطاه نيد ديك الامانه ومشى وتفارقوا. هذه الفكره الثانيه. الفكره الثالثه، سي كو كونديد بغى يمشي، قال لي تفارقوا تسير جيبون تلاقاو في فينيس. هذه فكره نسيت نقول، فينيس مدينه ايطاليه، قال لي تلاقاو في فينيس، قال لي صافي. كونديد خصو يقلب شكون يمشي، شكون يدي لفينيس، لقى داك الاولوندي فوندير دوندور نصب عليه دالي فلوس. الفكره الثالثه، اكثر من هذا القاضي حكم ضده، ضد كونديد لانه دار صداع اللي بغى يتشكى منه، وما لقاش يدير فيزو، لقى لي يدير بوردو، ولكن بغى يمشي خصو يمشي مع شي واحد. وكونديد اجتماعي عمره ما يتحرك بوحدو، تحرك بوحدو في ديك المهره، جرى عليه لو بارون من القصر، مشى على رجليه حتى تلقى دوك اللي من تما، كيبقى ديما مع الجماعه. اذا كونديد غيجمع واحد الناس يقول لهم عطوني احكيوا لي على اسوء حياتكم، واللي عايش اسوء الحياه غنمشي معايا يونسني. فكونديد قلب على داك لو بلو مالوغو، فلقى واحد السيد ما عرفناش سميتو في شابيتر 19، راه عرفوش سميتو في شابيتر 20، غيمشي مع البوردو. اسكو سي كلير؟ واضح ياك ما نعستو، سي كلير نو؟ مدينة فرنسية، شنو هي مدينة فرنسية؟ بوردو، بوردو مدينة فرنسية طبعا. وي، يلا 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 ديروا شي محاولة أخرى. يلا مزيان، واضح وضوح الشمس، تبارك الله، سي كلير، تبارك الله تبارك الله، مزيان، تخي بيان. غتعطيوني واحد دو سكوند ولا تخوا سكوند، ناخد شوية الأنفاس ونكملو لي ديشا لي شابيتخ، راه ساهل، مبقاش حاجة مهمة. كتعرفوا
كتخيلوا الاحداث مزيان، تبارك الله عليكم، تري بيان. الوغ الله يرحم الوالدين اذا كان ممكن، سي سي بوسيبل، سي سي بوسيبل، ياك تركزوا في هذا الاخر. حيت انا كنعتبر هذا راي شخصي، كنعتبر بلي الفصول العشر الاخيره بدينا بدا فولتير كيعطينا الوجهه ديال القصه. في الاول ما كناش عارفين، دابا بدينا كنفهموا اش بغى يوصل لنا سي فولتير الكاتب. ركزوا معايا مزيان، نهضر ندخلوا دابا في الكونت فيلوزوفيك ديال بصح. صافي كنا كنديروا الاحداث، ودابا ركزوا معايا الله يرحم الوالدين. تري بيان، بحال كتفرج فيلم ديال راه داك الفيلم ديال كونديت في الانترنت، كنصحكم عطيوه اتساع. قلتها لكم شحال من خطره، ياك غيبقى في دماغكم مزيان. تري بيان، هادشي اللي بغينا. الوغ في الشابيتر 20 حنا دابا فين؟ في بوردو، في سورينام. فين غنمشيو لبوردو؟ سورينام فين كاينه امريكا اللاتينيه، وفين كاينه بوردو؟ عباد الله كاينه في فرنسا. اذا من امريكا اللاتينيه لاوروبا اللي هي فرنسا، اللي فيها فرنسا، يعني عاد نرجعو عاود تاني ديك المسافه اللي ضربنا ذهبا من كاديكس لامريكا اللاتينيه بونيس ايرس. اذا خصنا واحد دو شابيتر، هو شابيتر 2021، عاود تاني دو شابيتر نخصوها في كل باطو. شكون هاد المره اللي يتكلم؟ كونديد مع هاد مارتان اللي قلنا أسوأ واحد عاش، لأنه تعدات عليه العائلة ديالو، مراته وولدو إلى آخره، هما اللي تعدوا على دماغته. حيت هو كونديد اش دار في شابيتر 19؟ جمع 21 واحد تقريبا، اون فانتان دو بيغسون. اون فرونسي كون تو دي اون فانتان دو بيغسون، سي كو سي اونتخ 20 اي موان 30، بين 20 وقل من 30، 20 21 22، اون فانتان دو بيغسون جمعها ياك، وقال لهم احكيو لي حياتكم. بقى العام حتى جوج الصباح، هادشي في شابيتر 19، باقي نص شابيتر 19. ودور معاهم وقال لهم هذا السيد هذا هو اللي عاش أسوأ الحياة، سمع لكل شيء، قال لي هذا هو اللي سوى وغيمشي معاه. علاش؟ حيت ملي حكى ليه، حكى ليه مرته تعدات عليه وولده، كان ظلم من العائله. قال لي انت مكرفص يلا معايا، والاخرين دور معاهم شي باركه وباختنا. قال لي يلا معايا، سي كلير، سي سي كلير، ديت موا موي سي كلير اون باس. سو لو فيسو فيغ بوردو، دابا ندخلو شابيتر 20، ركبوا في الباطو غيمشيو لبوردو، بوردو الفرنسيه. هذاك اللوم اللي في شابيت 19 عرفنا سميتو، عرفو سميتو مارتان. قلت لكم في الاول ديال اللايف لي بيرسوناج سون سامبو سامبوليك، بما فيهم كونديت، وعقلوا على كلمه كونديت، سي سافيان دو مو كوندور. كاين واحد لو فيرب سكوندير ولكن ما صحيحش، ما كاينش علاقه بينهم، ولكن لو نو كوندور صحيح، كيعني البياض، الصفاء، الوضوح. صافي. الوغ الفكره الاولى في شابيت 20، لوم كي فا اكومباني كونديت de Suriname, de la ville de Suriname, à Bordeaux, est nommé, ou bien il s'appelle Martin. Loul. Tani haja, Martin représente l'opposé de Pangloss. C'est l'opposé. Il y a ta arde ma Pangloss. Il y a qu'un Pangloss qui m'a dit qu'il y a qu'un Pangloss qui m'a dit qu'il y a qu'un Pangloss. Il y a le symbolisme. Il y a le ramzia de la personne. Ok. Ou il y a tout le monde qui a dit qu'il y a qu'un Pangloss. Ou il y a qu'un Pangloss qui a dit qu'il y a qu'un Pangloss. اونو شوفوا في ليكزام، شكون معكم صالح لي زيكزام ديال كونديد، والله ما كيعطيوك دوك لي زانفورماسيون ديال، سمحوا لي هذه الكلمه ديال جوج دريال، واش هذا يعطيك شاب في السؤال الثاني. سمعوا لي عقلوا هذا الشيء، كنقول لكم سجلوه. السؤال الثاني نقدر نقول لك واش كونيغوند خت كونديد، السؤال الثاني ولا مرتو ولا مو ولا، نقدر نسولك هذا السؤال. السؤال الثاني نعطيك، ولكن لي كيسيون دو كومبريونسيون من 3 حتى 8 ما تلقاوش هذا النوع من الاسئله. حاولوا تبارطاجيو المعلومه، راه مهمه، غتلقاو اسئله من هذا الشيء اللي كنقول لكم دابا. صافي مزيان. الوغ اون باس، وصلنا دابا للمسقي، فان لي دي داني شابيتر راه هما الاساس. الوغ سمعوني مزيان، سور لو فيسو راه كونديد راه مع مارتان، الفكره الاولى. الفكره الثانيه مارتان لوبوزي ديال كونديد، التعارض ديال كونديد، لي بادون ديال بونغلوس، كيمثل التشاؤم، البيسيميزم، ياك. والفكره الثالثه اللي زوينه في هذا الشابيتر هو انه، هذه فكره ولكن طويله شي شويه، هو انه هذاك السي كونديد باقي شاد في التفاؤل ديالو، غيجيب ليه الله واحد القضيه غتوقع. شنو هي؟ سي كو هما غادي في الباطو، بانوا لهم واحد جوج باطوات ماشي ديالهم، واحد جوج اخرين دابزوا بيناتهم في البحر، واحد غرق الاخر. داك اللي غرق شكون اللي راكب فيه؟ راكب فيه هولندي، داك جوندي دوندور اللي تقطع اليد لهذاك واللي نصب على كونديد. فكونديد ترى عندك مارتان قال له انت اللي كتقول لي الدنيا خيبه، واحد تعدى عليه، كنشوف العقاب، كنشوف الجزاء بعيني. قال له ولكن بلاتي راه ما جاب وحده، راه باطو غرق على قدو، الا كان الله جاب العقاب لهذاك شكون اللي غرق الاخرين؟ واش الشيطان؟ هذه في الافكار ديالهم، بمعنى كيناقشوا فلسفيا مساله العقوبه والجزاء الى اخره.
ولكن المهم هو انه من غرق ذاك سميتو الى ريكوبيري ان مونطون كانديد، واحد دوك الاكباش طاحوا في الماء وقدر يستطع ياخذوا، يعني ريكوبيري صافي. دونك ثلاث الافكار، مارتن هو اللي يمشي مع كانديد من سورينام لبوردو. الفكره الثانيه، مارتن كيمثل التشاؤم المطلق عكس بانغلوس. ثالث حاجه كيحضروا، ايز اسيست، يحضرون على مور دو ماتر اولندي سور سون فيزو، اي كان يريكوبير ان دو سي موتون شارجي دو ريشيس صافي. شابتر 21، شابتر 21 باقي في البعض. مارتن بارل ا كانديد دو موفي كومبورتمون دي فرونسي دي زونغلي. هذا كاين جوج افكار ماشي ثلاثة، ما نقدرش في شابيت 21 دي 3 ايدي. الفكرة الأولى في شابيت 21 سي كو مارتان كيقول لي يا عباد الله شتي لي فرونسي ولي زونغلي راه مفلزين، راه واحد القوم لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني زعما راه ما كيسواوش. والفكرة الثانية، من هاد لي فرونسي ولي زونغلي ما كيسواوش غندوزو للإنسانية كاملة، من الخاص غندوزو للعام، وغادي يعمم مارتان. لدرجة أنو كونديت تا هو غادي يكرر تقريبا نفس الكلام. سي كلير؟ اسكو سي كلير؟ Très bien, bravo à l'écoute. Bravo, bravo, bravo. Asbro ma'ana ra kunna mjahidin hada lila. Chapitre 22. Chapitre 22. Smahou li njoub wahed message. Ça fait job. Chapitre 22. Ils arrivent à Bordeaux. Et voilà, c'est là. Nous avons chapitre 20 et 21, 21, qui est dans le bateau. Men Suriname, nous avons Bordeaux. Ou le chapitre 22, c'est dans le Bordeaux. Aqlou ala hadchi. Alors, je suis dans le Bordeaux. Hait Candide, gal, aqlou ma'a, chapitre 19, gal, hada, kakambo, hak flou sir, hz dia vini, kunigon, ou tlaqa ou Venise. Tlaqa ou Venise. Ou alakin, Candide, ma lqash yiddi le Venise. Lqani yiddi le Bordeaux. Donc, mchi le Bordeaux, Fransa, ou le Fransa, mchi l'Italien. بحال لي سكان. الفكره الاولى، ايلز اريف ا بوردو بوي ايل فواياج ا باري، وصل بوردو ومن بعد غيمشيو لباري. علاش غيمشيو لباري؟ حيت اللي تلاقى معاه كونديس بوردو كيقول لي باري باري باري، كلشي كيهضر على باري قال عاصمه الانوار، غنمشيو نشوفو واش فيها. هذه الاولى. الفكره الثانيه، حيت شابيت 22 هو اطول شابيتر، ولكن عطيكم ثلاث الافكار. الفكره الثانيه سي كو مالوغوزمون بمجرد من بعد مارتان داك المتشائم قال كوندي شوف باري كارثه عظمى، لي فرونسي كارثه عظمى، غادي يمحنوك. واخا كونديد اول حاجه كيدير، او بعد ملي وصل بوردو حيدوا لي الحولي، بعدا قالوا لي الحولي احمر فيه شي مرض وقال اجي نديروا لي اختبار في الجامعه والمركز العلمي الى اخره. هذه الاولى ما قلتهاش لكم، مي ما نقدرش نقول لكم كلشي. غيمشي لباري داكوغ. الفكره الثانيه سي كو ملي وصل لباري اول حاجه يفا طومبي مالاد، غيمرض واحد المرض اللي كان غيموت، لدرجه انه كيفكروا يشريو ليه داك ماشي الكفل، داك الاجراءات ديالهم. غادي يفقد بزاف ديال الفلوس اون جون او كارت، يلعب لي كارت يفقد بزاف ديال الفلوس. غيوقع في واحد المشكل ديال الخيانه بالنسبه لواحد السيده، واحد لا ماركيز تما غتقول ليه كذا ومالك وكذا، متلحين دات لواحد دو ديامون. غاتوصل واحد لاتر بيجي، واحد الرساله ملغومه بين قوسين باسم كونيغوند، راه ماشي كونيغوند بصيفطها، مصيفطها غير واحد لابي، واحد لابي واحد المسيحي، لانه عارف كلشي على كونديد وبغا يطيحو في الشبكه، وباش ياخذ اخذه من واحد دي ديامون. بمعنى الا شفتو نهار الامتحان هاد الكواليس كلها راك في فرنسا صافي. اذا ديفالوريزاسيون اللي قلنا قبيله في الاول ديال اللايف، ديفالوريزاسيون بمعنى حتى حاجه، المهم المكان خيب ديال دوغادو زوين وباغي خيبه متفقين. Alors, il va trop payer à Paris. C'est un lieu pour lui défavorable. Défavorable. C'est que la lettre fait à EJND, à l'hôtel, à l'hôtel. زعما اعتبر باغي اونفير جهنم او جحيم، قالوا دوني على الاقل انجلترا بريطانيا، بعدا الانجليز من تما نقدر ندبر على راسي باش لفينيس. الفكره الثالثه صافي. شابيتر 23 قبل منها نشوف امور كيفاش غاده مزيان، كلشي مزيان.
Tous ces catastrophes à Paris défavorables. Très bien, bien. Ce sont des informations bien interdites. En tout cas, on y a un sommet de la canon qui partage la franchise. Je vais mettre des îles où je suis le partage, c'est possible. Yann. Chapitre 23. Alors, 23, le Kaboul bateau, au final, il y a un débat, il y a un pari, il y a l'Angleterre. Sur le vaisseau, Rakibin le bateau, Yak, Radin, Mabina, Malina, Chichouia, Rebel Néon, Houdou, enfin, pardon, اليابي سدي لونجلتر يدوز وحده لي كوت لي كوت من السواحل الانجليزيه يشوف واحد لاميرال واحد ضابط في العسكر في البحريه ديال لونجلتر اي اكزيكوتي حكم عليه بالاعدام رامين بالرصاص اربعه ديال الناس دايرين بيه وكل واحد غيتيري في الدماغ ديال داك سميتو 3 بال ثلاثه ديال القرطاسات في راسو غادي تقتل معصبين لي عينو مبركينو على ركابي وتيراو فيه ثلاثه ديال اربعه ديال العساكر كل واحد بثلاثه ديال القرطاسات 12 قرطاسه في الراس مزيان نديرو لو نيميرو تيليفون ديالي دونك كاين دي ميساج كيوصلوني دابا الله يجازيكم بخير 0708022429 و لا باج فيسبوك و لا شين برو فرونسي راه فيها كلشي برو فرونسي فيها كلشي فيها كونديت فيها لو بارغوريو فيها لي تيون فو كومبل اورو فيها البرودكسيون خيط فيها كلشي لا شين ديالي فيها كلشي كل ما تحتاجونه دو ا حتى لي زيكزامان لا كوريكسيون برو فرونسي شي واحد يكتبها ولا ياخذ اللين ديال شي واحد فيكم ياخذ اللين ديال لا شين ويديرو تما بالنسبه للطلبه اللي باغيين لي اول مره كيحضر معايا داكور ما الطلبه الاخرين ما كيعرفوا لا شين الوغ الفكره الاولى في الباطو على السواحل ديال انجلترا غيشوفوا واحد غيتعدم يلا قلناه الفكره الثانيه هو انه كونديد رفض رفض القاطع يدخل لانجلتير شاف ديك الجريمه مال هذا حقا راه قتلوه لان ما قتلش بزاف ديال لي فرونسي ملي كانت الحرب بين لانجلتير الى فرنسا كانت واحد الحرب بين فرنسا وانجلترا هاد لاميرال الضابط ما قتلش بزاف ديال لي فرونسي فقتلوه قتلوه ولاد بلادو حال جاتو فرصه باش يقتل الاعداء وما قتلوهمش اذا الفكره الثانيه ما حامش لانجلتير على ود هاد التفسير اللي عطاو هاد الفضيحه هادي ثالث فكره غادي يوصلوا لفينيس على سلامتها اي فا برونونسي لي مو دو سون متر بونس مي موزار ما حضرش فينيس يقول الحمد لله اليوم جيت البلاد وصلت البلاد السعيده كذا الى اخره تو فا لو ميو كي سوا بوسيبل قال هذه الجمله بالضبط تو فا لو ميو كي سوا بوسيبل داكور تري بيان الوغ نشوفو الشابتر 24 هما وصلوا لفينيس هما وصلوا فينيس يا ايطاليا ما سابع اجمل مدينه في العالم دابا حاليا هي فينيس ياك تبعيني بعدا ولا من عزتو تخي بيان تبارك الله عليكم تخي بيان فينيس البندقية سي سا العربية وزيد نشوف البارتاج باقي البارتاج في معك بارتاجي هادشي اللي بقى راه كله خير وبركة تو فا ميو كي سوا بوسيبل تخي بيان الوغ وصل الفكرة الأولى بعدا مي وصل فينيس دوز واحد المدة ما لقاوش لا كوني لا كوند لا كاكومبو لا كونيكوند حتى واحد فيهم ما لقاو قالوا مع روسهم واقيلا كاين شي حاجه ما هيش مختان ديما معاه كيقول لي لا راه انت واش تبسطي غير صاحبك لا ولكن غيتلاقاو مع واحد جوج ديال ان كوبل جوج واحد راجل ومراه الراجل لابس ديك الحاله ديال سميتو الفخاغ جيروفلي لابس حاله ديال المسيحيين ديك اللبسه ديال المسيحيين داكور ديال و اون فام كانوا فواحد ليطا امورو ايتا امورو زعما كيمستفيد ديها ولا شي حاجه هكا هذه الفكره الاولى خسر وصلوا ما لقاوش كني غوند ولا كاكون ولكن لقاو هاد جوج الناس واحد اللي دا الفكره الثانيه سي كو كوموندي تشجعهم مشى عند هاد الناس قال لهم واش ممكن تجيو تعشوا معايا في لوطيل حيت كوموندي عايش في لوطيل الفلوس اللي جا من الدوغادو عنده الفلوس باش يكري باش يسكن في لوطيل دونك سكن في لوطيل قال لهم جوج مين جاو يتعشوا هاد الفكره الثانيه هذه عرض عليهم الفكره الثالثه والاخيره هو انه منين جاو يتعشوا شكون يلقى لقى انه هذيك اللي جات تعشى هذيك السيده اللي كانت في لي طامو وهي وداك السيد جيرو في داك المسيحي بجوجهم اللي عرض عليهم شكون هي هي باكيت هي ديك لا فام دو شومبر اللي كان لصقات البونغوس المرض بالعلاقه الغير الشرعيه وتفاجئ واش انت يا باكيت وكذا كان ايوا قالت لي شو قال ليها بحال قلنا هو كوندي تخاطر مع مارتان قال هادو باه الناس كانوا فواحد لي طامو وما عرضنا عليهم غيجوا عندنا وغتحك تسمع بونيك بانه الدنيا زوينه فبالعكس واخا الكونفليت امور باكيت كتشكى واحد المجموعه حفظها الله من الموت ومن الحبس ودوزة ماشي دوزات هي الحبس باكيت وواحد الجريمه واحد الطبيب داكشي راكونتي لو مالور ديال لو مالور
والفرانش جيرون في لا ميم شوز، كارثه. فاذا مارتن كيقول لي اش كنقول لك، راه ما كايناش كيونيغون، ما تلقاهاش، راه مشات لك، راه كاكومبو كذب عليك، راه دا خد الفلوس ومشى في حاله. وهاد الباك اللي كتقول لي انت شوف كانت مع السيد في ايتا امور، شوف اش كتعاود. وهاد فرانش جيرون اللي هو المسيحي كذا، قال لك نشعل العافيه في الكنيسه، يعني كل ما يدور حول دونك لوبتيميزم مات دابا. اذا كونديت بدينا في لوبتيميزم، وحنا غادي فاش في البيسيميزم. واخا شوفوا لكم هذا شابيتر 25، بعدا في الاخر شابيتر 25. في شابيتر 25 في الاخر ديالو، بعدو في الاخر ديال شابيتر 24 غايقول ليه كونديت الكاكومبو، بانون المارتان، واحد السيد سميتو بوكو بيغونتي، واحد السيناتور، واحد نقول حنا واحد البرلماني ولا منتخب ولا هذا مترشح ولا هذا، راه لاباس عليه نمشيو نشوفوه. دونك شابيت فلاتا كنمشيو نشوفو هذاك بوكو بيغونتي، ما كاينش بزاف الافكار، نقدروا ناخذوا جوج الافكار ولا ثلاثه. اول حاجه سيكو هذا الراجل هذا لاباس عليه بزاف، اي تري ريش و الى اجي دو 60 طون، لاباس عليه، والسن ديالو 60 عام الاولى. ثاني حاجه هاد السيد il possède tout ce qu'il عنده، كل يملك كل ما يريد، اي حاجه بغا كيلقاه عنده. كان كاسيني كوني كان عنده دي في جمال بزاف، عنده التابلو اللي كيسول الملايين ولا شحال، عنده واحد كونسيرت دو موزيك هذيك بحال كدا، واحد داكشي الموسيقى، عنده بيبليوتيك، عنده لي زونسيكلوبيدي الموسوعات، كل ما عنده داكشي اللي بغا كله كاين. هذه الفكره الثانيه، اذا الاولى رجل لاباس عليك هذا، ثاني حاجه عنده كل شيء، ولكن اللي ديغوتي شي ديغوتي الفكره الثالثه، ما حاملش هادشي كامل. فاذا بكونديت كيقول الكاكومبو هاد السيد اسعد انسان، علاش؟ حيت اي حاجه بغاها كيلقاها، اذا هذه هي السعاده في نظر كونديت. ولكن مارتان المتشائم قال لي لا، هذه هي التعاسه، هذا عكس السعاده. قال لي علاش؟ قال لي لما كتملك كل شيء وكتقول انا شوي ديغوتي، انا ما حاملش الوضعيه، سي كو هذيك التعاسه. Vous avez compris. هذه افكار فلسفيه كنناقش جوج شابيتر 26، ونحن على وهم على قرب نكملوا شابيتر 26. كانديد رونكونتر كاكومبو، على سلامتنا. كانديد كان كيتعشى مع سته ديال الملوك، جاو لفينيز باش يحضروا الكارنفال اللي كيدار سنوات، راه باقي كيدار دابا الى يومنا هذا. الكارنفال ديال فينيز معروف، شو واحد سته الملوك كيتعشاو، واحد الملك الاول العبد ديالو ليسكلاف ديالو كان هو كاكومبو، تكا على كونديت قال لي واش عرفتيني؟ قال لي لا. قال لي الله يا ودي انا راه هو كاكومبو. قال لي كونيكوند عباد الله، جبد لي كونيكوند. قال لي غير تسنى، انا راه عبد والملك ديالي والسيد ديالي مكنش نديرها، كون هاني كونيكوند راه كاينه في قسطنطينوبل، قسطنطيني لا اسطنبول هي تركيا، غير صبر حنا غدا ان شاء الله نشدو الطريق، غنصبر. الاخر بغا يطير، قال لي تكون في الهند في الصين، ماشي ماشي المهم زربان. قال لي واخا بلاتي. هاد في الشابيتر 26 هذه الفكرة الأولى. الفكرة الثانية، هادوك ستة الملوك اللي جاو يحضروا داك الكارنفال كيتكلموا في داك العشاء، علاش ما بقاوش ملوك؟ كانوا ملوك، هما سون دي روا ديتروني، ديتروني صافي أسقطوا من عروشهم من حكمهم. كل واحد كيحكي أنا راه طيحني فلان، أنا طيحني فلان، وها وحنا كنتكلموا. تخي بيان. آخر فكرة هو أنه كاكومبو قال لي شوف صافي، قال لك السيد ديالو صافي أنا غادي نمشي كذا، ويستعد باش يمشيو. هذه الفكرة اللي كاينة في شابيتر 26. اوكي شابيتر 27 غادي يمشيو، شكون غيمشي؟ سمعوا، كونديد، مارتان راه ديما معاه، كاكومبو. دونك دابا حنا ولينا كنتجمعوا، كنا مفرقين. كونديد واحد الوقت بقى بوحدو، بقى بوحدو كيقلب، فاذا طاح في مارتان. دابا من مارتان زدنا كاكومبو، مزيان، غيركبوا في واحد الباطو غيمشيو لفين؟ من فينيز الايطاليان لكونستانتينوبل، قسطنطينية تركيا في شابيتر 27. صافي فكرة الأولى. الفكرة الثانية وهذه مهمة، هو أنه سور لو فيسو معاه يتلاقاو مع لو فيس دو بارون بونغلوس. الله يودي اش كيديروا في الفيسو؟ كيجدفوا، حاكمين عليهم بالأعمال الشاقة. سمعوني مزيان، بونغلوس والفيس دو بارون بونغلوس ما شفناش من لوطو دافي من المحرقة، عقلتو؟ والفيس دو بارون من القتيلة اللي قتلوا كونديد خشافيز، من ديك الساعة ما بقيناش شفناهم حتى لدابا، حتى الشابيتر 27. مالو الفيس دو بارون و بونغلوس كيجدفوا، حاكم العمل الشاقه اللي هو كيجدفوا بداك الباطو. اذا الفكره الاولى كانديد كاكومو ومارتان غايك يفون كيتي فينيس فيغ كونستانتينوبل بور رونكونتري كونيغوند. الفكره الثانيه سور لو فيسو دون لوكيل يفون سو فواياج يفون رونكونتري كي لو فيس دو بارون اي بونغلوس، مي دون ان ايتا ديال الاسكلافاج، في وضعيه استعباديه كيديروا العمل الشاق. داكوغ،
الفكرة الأخيرة سيكو كونديد غادي يبيع واحد شوية من ديك الأحجار الكريمة باش يعتق، يحرر بلوتو، يحرر هاد الجوج هادو بونغلوس اي لو فيس دو باغ، يحررهم. يقول داك الباترون ديالو شحال كتسالو كذا، غونسون، كتسمع غونسون، هي الدية، غيعطي لهم الدية، غونسون بالفرنسية. اوكي، دابا شوف شابيتر 28، ما بقاش شي بزاف، بقاو 3 شابيتر. على سلامتكم، على سلامتكم، على سلامتكم، ما بقاش شي بزاف. مزيان، سبعة الرواح ما كيموت شوية. مزيان، تخي بيان. شابتر 28، اسمحوا لي. الوغ في لو شابتر 28 إلا عقلتو في شابتر 8 كانت لا في كونيغوند كتكلم، في شابتر 11 و 12 وي هادي لا في كتكلم، شابتر 15 كان هذاك لو فيس دو بارون كيتكلم. دابا في شابتر 28 غيتكلم فيس دو بارون و بونغلوس. علاش فيس دو بارون يقول لنا كيفاش عباد الله مين تقتلو كونديد، وكيفاش تقتل، نقولو قتلو سال منو الدم ولكن لقينا دابا حي، وكيفاش ولا عبد، وكان ملك ولا عبد، ولا محكوم عليه بالاعمال الشاقه. وبونغلوس كذلك كان محكوم عليه بالاعدام. فهما بجوج يحكيو، وخلاصه هذه الفكره الاولى يحكيو. الفكره الثانيه هو كل واحد يحكي كيفاش تولى من لي فورس، من الاعمال الشاقه. والامر ما فيه باش ما نطولوش عليكم في هذا، لانه شويه الهضره شويه طويله في هذا الشيء وما زويناش بزاف. سي كو لو فيس دو بارون ارتكب جريمه اخلاقيه في الدوله اللي كينتمي لها. بعد من ضربوا لو فيس دو بارون، من ضربوا كوندي، تعتق ومشى، ما ضاعش منه الدم بزاف، ما ماتش، ومشى الدواء. ومنين الدواء صيفطوه لكونستانتينوب كموظف، يخدم كموظف تما، وتما يتساق مع الجريمه الاخلاقيه، يدخل الملابس والو مع واحد السيد باقي صغير، انا جون غلام صغير تما لابس والو، غيتهمهم بحاجه اخلاقيه وغيحكموا عليهم 100 جلده. تما العمل الشاق، هذا لو فيس دو بارون. بونغلوس لا ميم شوز، غادي يمشي. كانوا هذاك ملي كانوا يديروا لوطو دافي، ملي حكموا، ملي كانوا داك لوطو دافي المحرقه حضرتو في شابيتر 6 والفوق، شابيتر 5 باردون 6، غادي 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 بونغلوس غادي ما يموتش، ما يموتش. علاش؟ حيت كانت الشتاء، وديك القنبه باش كانوا يعدموه ما كانش كان مع ديك الفزوقيه ما شدتش مزيان في العنق ديالو، وبالتالي تعتق ما ماتش. ودات ودا واحد السيد لدارو، وفي الاخر الحياة تما، كان هو يديروا شي عمليه حياة تما. المهم واحد القصه اللي بحال هذا الشكل هذا. وفي الاخير غادي يجي لكونستانتينوبل، باردون، وي لا تركي، وغادي يتزوج واحد الجريمه اخلاقيه اللي عندها علاقه بواحد الجيست اللي هو خيب شي شويه، وغادي يتزوج شدو يحكموا عليه ب100 جلده. ثم العمل الشاق. دونك 28 كيتكلم الفيس دو بارون، كيعاود على كذا، وبونغلوس كيعاود كيفاش تولوا فورس فورس هما العمل الشاق. وهنا فكره اخيره، كونديد يقول بونغلوس واش باغي كتعمل ديك الافكار. هنا غيجبد ليبنيز، ليبنيز هو ذاك الفيلسوف اللي هو حقيقي، اللي عاش قبل فولتير بواحد 40 50 عام، واللي هو كيقول مالك كل شيء زوين وكذا، هذا حقيقي كيقولها، هذا فيلسوف الماني ياك. وهنا يقول دير الشيف ديالي ولا لو ماتر ديالي ليبنيز، ما يمكنش يغلط. دونك هو عنده الصح وانا عندي الصح، ويا غادا لا، ما باقي لوبتيميزم، باقي شاد في الهضره ديال لوبتيميزم واخا وقع عليها الشكل. شابيتر 29 غيوصلوا من ذاك الباط، ويوصلوا واحد البلاصه سميتها غيوصلوا كونستانتينوبل، غيوصلوا لا بروبون ديال مرمارة، سميتها مرمارة البحر ديالها. وغيوصلوا عند الامير سميتو ترانسيلفاني، ترانسيلفاني هو الامير اللي خدامه عنده كونيغوند كخادمه هي ولافيي. الله يودي. دونك غيوصل كونديد، va rencontrer pour la première fois كونيغوند بعد القطيعه طويله، وغيعجبو الحال. علاش؟ انه يشوفها سيرفونت، خادمه، وغيشوفها لاد هي خايبه. ومع ذلك بدا كيتردد، ولكن هي قالت لي الكلمه ديال الرجال، قال لها صافي. ودار عنده فخيغ ديالها، قال لها واش ممكن نتزوج الاخت ديالك، قال لي لا واخا ما والو، قال لي كونديد الا ما بغيتيش غنعاود نقتلك، قال لي عاود قتلني وما تاخذهاش. دونك التحدي في هذا الوقت هذا، الاخرين كاكومبو وهذا قال له دين على الشيطان، وبونغلوز على الشيطان، خلي السيد يتزوج كذا، قال لي لا وكذا، وتعصب معاه. اوكي، هذا اخر حاجه في شابيتر 29. نجيو دابا لشابيتر 30 اللي هو ريزومي ديال القصه. قبل ما نقول شابيتر 30، شوف الاجواء كيفاش دايره. مزيان، برو فرونسي، ولا قطع ام هي ام ولادي كتعرف طيب مزيان، عندك الحق، برافو عليك، ما ديما نسالك، سمعوني مزيان. لو فيس دو بارون رفض لو مارياج، اضطر
اضطروا باش يتفقوا يردوه ليغال هما يجدف اتفقوا هما كلهم هذاك كونديد وبونغول قال لي ما بغاش وصيفته ردوا يضرب لك الجدال بالاخبار كونيكوند ما فرنساش باش يسهلوا الامور ديال الزواج. فعلا كونيد ا ايبوزي كونيكوند خداها تحديا وما خداهاش كما كنقولوا احنا في الاول حبا ولا خداها تحديا لانه كان هذا واحد التحدي الاخوه كاين فرق بين الانطلاق دابا المنطلق ما بقاش هو هو كونديد كان شرا واحد لاميتيري واحد المزرعه وهنا في ديك المزرعه كل واحد كيزاول مهنه معينه كلهم عاشوا مزيان بخير الى اخره غيلتحقوا بهم باكيت اون فرانش جيروفلي واخا كونديد عطاهم فلوس غيجوا يعيشوا لانه الفلوس قضاهم وجاو دونك هاد المزرعه شكون اللي فيها دابا فيها بونغلو كونديد مارتان كاكومبو كونديد مارتان كاكومبو بونغلوس باكيت لو فري جوفلي كونيغوند اي لا في تبارك الله ثمانية كلهم عاشوا في هما في هذيك المزرعة في ديك تركيا في قسطنطينوب بغا يتلاقاو مع واحد درويش دراويش دوك الصوفية المذهب الصوفي ديال تركيا اللي غيقمع بونغلوس بونغلوس يقول لي اش كيبان لك في واحد الحيوان كيتكلم كيتقصد الانسان الاخر ما قبلش يسمي الانسان حيوان وكذا فدار فيه قال لي سد سد عليه الباب اوكي وغيتلاقى من بعد مع ان فيير ترك واحد شيباني تركي وهنا غيقول له ودي انا كنخدم في المزرعه ديالي هذا تركي وكذا وكل شيء مبني على العمل انا غادي نتكلم على العمل وفوائد العمل وكذا فهذاك التركي عطاه معلومات اللي كونديد كيقول لك تاريخ العالم كله حتى واحد ما عطاني الريزومي فبونغلوس قال لي راه كل شيء كان زوين راه كون ما جراش عليك لو بار افون لو بارون من دارو كون ما كلدتش هاديوك وما درتيش هاديوك وما مشيتش للدوغادو ما جمعتيش فلوس وما درتيش هاد المزرعه ودابا راك تاكل الحواميض وعايش من الطبيعه وكل شيء كلشي كان فواحد العوالم زوينه اش قال لي كونديد في الاخر قال لي مي قال لي سولاي بيان دي باللفظ قال لي سولاي بيان دي هادشي اللي قلتي مزيان سي بونغلوس ولكن مي il faut cultiver notre jardin ولكن خاصنا نعولوا على درانا il faut cultiver يعني خاصنا نزرعوا ونخدموا الحديقه ديالنا وانتهت القصه ديال كونديد والاوبتيميزم ديال فولتير مزيان cela est bien dit répondit Candide mais il faut هذا هو اللي قالت خديجه صحيح اللي قالت اخت خديجه ديك مي ما كيشوفوهاش الناس مي سي بور اكسبريمي لوبوزيسيون تعارض اذا دليل على انه داك الشيء اللي كان كيقول لي بونغلوس في الاخر ما بقاش كيعمل به سولا بيان داك الشيء قلتي مزيان ولكن الفو شكرا الاستاذ الله يودي ما تحتاجوش تشكروني هذا واجب الدين الفو كنتي في نوتخ جاردان خصنا دونك اون دوا كنتي في نوتخ جاردان دونك فوالا دونك سي كوم سا كو نوتخ كونت فيلوزوفيك a été bouclé, celle-là, c'est Dina. Donc j'espère que, inshallah, la séance prochaine, on va démarrer le nouveau roman Les Rois, le Père Goriot. نتمنى من الله سبحانه وتعالى ما تحرموش من واحد الهدية اللي نعطيها لكم ان شاء الله ابخي ماشي دابا ولكن كاينه نتمنى من الله ما تحرموش encore une fois je vous remercie infiniment pour votre présence fidélité pour votre implication les figures de style ان شاء الله هما جايين ان شاء الله كونوا على يقين ديرهم ماشي مشكل مي كونوا على يقين اننا غنكملوا البروغرام ديالنا لو 31 كان خصو يكون عندنا على ديك بلاتي بقاو معايا بقاو نسيت على ديك البروغرام لا ما شحفتوني ما والو والله ما شحفتوني بالله بالعكس انا كان تري كون بليزير ركزوا معايا هذاك سمعوني مزيان هذاك البروغرام غيوصلكم ابعد تقدير لو ماردي بروشان ابعد تقدير بمعنى من دابا حتى الثلاث الجاي في اي وحده نعطيكم بروغرام ديال شهر 11 اوكي دابا حنا نوصل نحتاروا البروغرام اللي فيه الثلاث الجاي غنديروا بريزونطاسيون ديال الباغوري بريزونطاسيون مهمه دابا راه صافي وكنتوقعوا بان وزاره التربيه الوطنيه والتعليم الاولي والرياضه كنتوقعوا انه السيمانه الجايه تعطي البلاغ ديالها باش دونك ما بقاش عندنا الوقت ديال التفليه كوندي تحيدناه دخلوا في لو باغوريو ندخلوا من بعد بوشعيب باش نحطوا لا برودكسيون خير نخدموها شي شويه وندخلوا لي زيكزامي ان شاء الله اوكي اسكو سي كلير بو اي فو دي كيسيون الحمد لله الهدايا تستحقون اكثر واكثر واكثر الله يحفظكم زعما دي كيسيون نو اوكين كيسيون تو سباس بيان حسناش ميرسي بوكو
كاين شي حاجة دون الله يرحم والدينا ووالديكم. مرحبا سيدة رشيدة، ميرسي بوكو، سي تري تري جونتي، تري بيان تري بيان تري بيان، الله يرحمه. دونك اللي حضروا استافدوا ياك، مزيان تري بيان. دونك جو فو سويت اون تري تري بون سواري، جو فو دي ا تري بيانتو ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. درنا 1h55 من ساعة و55 دقيقة. شكرا بزاف لكم، تستحقون أكثر، ونلتقي إن شاء الله في الحصة المقبلة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.